كل التحية لحضراتكم في بداية حلقة جديدة، بداية طبعا يعني باسمي وباسم زمايلي في قناة النادي الأهلي، الحقيقة بتوجه للشعب المصري ولإخواتنا الأقباط، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بخير وصحة وسعادة، فترة أعياد، فترة لمة، فترة بريك وهدوء، وإحنا ما بنحبش أكتر من لمة الحقيقة. بكرة كمان احتفالات المصريين بواحد من أهم وأقدم أعيادنا، عيد شم النسيم، يا رب يكون يوم سعيد على المصريين جميعا. حلقة جديدة من السادسة بيطرح فيها حاجات كتيرة، واحد طبعا وده اللي يهم جماهير النادي الأهلي، محطتين من أصل أربعة قبل مشوار نهائي أفريقيا، الأهلي في مواجهة الإسماعيلي، الأهلي في مواجهة الجونة، عروض رائعة، العلامة كاملة، والأهم من ده ماذا تبقى لينا أو إيه هو المطلوب تحقيقه في مواجهتي الاتحاد وبلدية المحلة. كمان هيكون معانا استفسارات مهمة ننتظر عليها توضيح أو إجابات في منتهى الوضوح والشفافية من اتحاد الكرة المصري ومن لجنة المسابقات، والأهم الحقيقة رسالة واضحة وصريحة لأهل الفتنة اللي ما يعرفوش فيما يبدو أن الفتنة أشد من القتل. فاصل ونبدأ مع حضراتكم حلقة النهاردة. خليني أربط بس الأرقام دي مع حضراتكم بأكتر من لقطة حصلت معنا احنا كأهلي. طبعا في يحسب لكتير من الأجهزة الفنية الحقيقة نجاحهم وتوفيقهم في اختيار البديل المناسب في التوقيت المناسب، لكن قبل ما اتكلم في ده وقبل ما اتكلم في موضوعاتنا خلينا نطمن الأول على أخبار النادي الأهلي، وتعالوا نشوف الأهلي نيوز روم فيها ايه النهاردة. طيب خلينا ألخص لكم أخبار الأهلي، بما أنه النهاردة بقرار من مستر مارسيل كولر الأهلي راحة النهاردة طبعا بعد مواجهة الجونة امبارح واللي تغلب فيها الأهلي وقدم فيها عرض مميز أفضل يمكن يكون كمان نسبيا من مباراة الإسماعيلي، ونجح في التفوق على الجونة بثلاث أهداف دون مقابل، وضاف لرصيده في فترة التوقف دي أو في المرحلة دي ست نقاط في غاية الأهمية، تبقى ستة قدام الاتحاد إن شاء الله يوم الثلاثاء هنلعب، وبعدها البلدية في الدور الثاني هتتلعب إن شاء الله يوم السبت، وبعد كده نقفل صفحة الدوري ونتكلم في بطولة أفريقيا أو نهائي بطولة أفريقيا بعد ماتش البلدية اللي هتلعب السبت، يبقى عندنا إن شاء الله موقعتين، واحدة في تونس في مواجهة الترجي، مباراة الذهاب إن شاء الله هتكون يوم 18 10 هنا بتوقيتنا في القاهرة، وبعدها مباراة العودة بعدها بأسبوع يوم 25 أعتقد هتبقى الساعة 8 في 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 في, في سد القاهرة. طيب خليني اقول حاجتين، طبعا كولر قرر النهارده راحه، ده معناه ان ما عندكش غير بكره تمرينه اساسيه وتلعب ماتش الاتحاد يوم الثلاث، وبعد كده هيكون اكيد في راحه سلبيه هيقررها مستر مارسيل كولر طبعا، وبعد كده تلعب ماتش البلديه يوم السبت. اذا كنت بتكلم النهارده على افضل التغييرات عشان كده بقول صبرا جميلا، يعني في بعض الاوقات الناس انا فاهم جدا يعني وانا بشوف الماتشات مش بشوفها بصفتي طبعا، جزء منها متابعتي هو شغلي وانتمائي لشاشة النادي الأهلي، وبالتالي في مسؤولية فيما يتعلق بمستويات الأداء، الأرقام، التوقيتات، الحاجات دي كلها باخدها بشكل بروفيشنال، وفي جزء وده الأساسي بالنسبة لي إن أنا جمهور، أنا في الأول والآخر جمهور، واحد بيحب النادي الأهلي وبيتفرج على ماتشاته بعين الجماهير، فأوقات كتير ممكن تبقى مش راضي او مش فاهم او مش مستوعب او عندك علامه استفهام مفيش اجابه واضحه عليها، لكن بما ان احنا بنتكلم على انه كولر هو الانجح على مستوى اختيارات البدلاء في الموسم ده، فانا عايز الفت نظركم، ودي ظهرت امبارح وظهرت في سيزن ده في ماتشات كتيره جدا مهمه، واحده من اهم مميزات مارسيل كولر وجهازه الفني، ناخد على سبيل المثال للحصر ظابط ياسر مثلا، او هبتدي من امبارح حابب ابتدي بمحمود متولي، يعني متولي من الأسماء اللي غابت لفترة طويلة جدا، ولما رجعت امبارح أعتقد هو مان أوف ذا ماتش، سجل هدف، أدى مباراة على أعلى مستوى، ما تحسش إنه متولي ده اللي جاي من بعيد، والقصة دي مش بس جت أو تقدر تقيس عليها مع محمود متولي، لا بص مثلا من قريب لو مش هروح برضو لبعيد قوي، بص مثلا على عودة أكرم توفيق، على تألق أكرم بشكل كبير جدا في مواجهتي مازيمبي، بتخلي مثلا لعيب زي متولي تديله أو ترجعه شوية في نص ملعب وشوية مساك، وبتلعب بيبتدي بيه فين؟ بيبتدي بيه في مازيمبي في ملعبه هناك في الكونغو. عودة أكرم توفيق برضو من بعيد جدا، وتألقه كان واحد من أهم الرهانات بتاعت مارسيل كولر في مواجهة مازيمبي، وخصوصا طبعا بالنسبة لي مباراة القاهرة بشكل أساسي، مجهود ثبات على المستوى طول ال90 دقيقة، روح
ادوار دفاعيه ادوار هجوميه. انا اتكلمت على اكرم في الماتش ده كتير، سواء من الفرصه اللي او اللقطات اللي كان واضح فيها بشكل كبير جدا تاثيره على نتيجه المباراه، سواء بالفرصه اللي منع مازيمبي من استغلالها وطلع الكوره من على خط المرمى، او بالهدف اللي سجله في الدقائق الاخيره من المباراه. عبد القادر قيس على ده، عبد القادر اللي كان برده جاي من بعيد، ومن قبلهم لعيبه كتير جدا زي مثلا كهربا وغيرهم وغيرهم وغيرهم. بس هو في النهايه مفيش حد عنده الاوراق الكافيه، ومفيش حد بيحسب حسابات الموسم ككل. انت بتبص للمباراه، انا بستنى ماتش الاهلي، وانا مستني الشو، مستني 90 دقيقه من المتعه ومن البهجه، وده اللي انا اتعودت عليه من النادي الاهلي طول الوقت. لكن الجهاز الفني في اوقات كتير جدا حساباته بتكون مختلفه. واتفق مثلا مع مارسيل كولر من غير ما اكلمه في التليفون، ومن غير ما اعمل معاه اجري معاه حوار، يعني انه في مرحله زي دي المطلوب مني هو العلامه الكامله. يعني في مرحله زي المرحله بتاعه الدوري اللي فيها الاهلي يلعب اربع ماتشات في حوالي تقريبا 12 يوم، ما تطلبش مني اكتر من واحد ان انا اجيب العلامه الكامله ال 12 بونت، ده الهدف الاساسي بتاع المرحله. اثنين، ان انا احافظ على لعيبتي، نمره واحد من الاجهاد، نمره اثنين من الاصابات، لان انا رايح لاهم ماتشين فاضلين في السيزون. انت عندك ماتشين اهم من ماتشين الترجي، ما عندكش. عندك بطوله في السيزون اهم من تشامبيونز ليج، ما عندكش. فالحسابات هنا ان انا اجهز، ممكن جدا في عقل مارسيل كولر ان انا ارجع اللعيبه اللي ممكن تكون رجلها ما كانتش في الملعب، او اللي مستواها تراجع بسبب الاجهاد او الاصابه، او ان انا احافظ على السكواد اللي موجود عندي عشان ما افقدش عنصر من العناصر دي فارمع ماتشات هلعبهم محليا. فشويه ممكن ده ياثر بشكل غير مباشر على الكواليتي اللي انت بتشوفها على ال 90 دقيقه، ولو ان الاهلي ما كانش وحش امبارح. يعني بشوف انه ماتش امبارح الاهلي كان افضل بكتير من مباراه الاسماعيلي، والطريقه اللي لعب بيها او اللي بدا بيها كابتن علاء عبد العال، وله كل الاحترام والتقدير طبعا، بيلعب في حدود امكانياته، هي اغلب الماتشات هو نفس السيناريو اللي هيتكرر في اغلب ماتشات النادي الاهلي على مدار الموسم. ورغم كده كنت قادر على كنت تصنع الحلول، كسبت امبارح متولي، كسبت الى حد كبير عوده الشحات، اكدت او اتاكدت زي ما انت عايز تشوفها او عايز تبص لها من انه وسام ابو علي يوم بعد يوم، حتى ولو ما سجلش امبارح، لكن الحقيقه يعني بيقدم مستويات تخليك واثق جدا ان وسام كواليتي يليق بالنادي الاهلي. دخول كهربا من بعده في المباراه، تسجيله هدف حتى لو من بنالتي في المباراه، اللقطه الحقيقه اللي تخص الجمهور بشكل كبير بتتكلم على علي معلول. يعني الحقيقه علي يوم عن يوم، ماتش عن ماتش، دقيقه عن دقيقه بيلعبها بالوان النادي الاهلي، بتزيد مكانته بشكل كبير جدا في قلوب الاهلاويه. والحقيقه مش بتكلم هنا، يعني هو طبعا انت لما تقيس مشوار علي اللي اعتقد بتتكلم على 8 مواسم مع الاهلي كمحترف، بتتكلم على واحد من افضل المحترفين اللي جم في الملاعب المصريه، مش بس في النادي الاهلي، على مستوى كل الانديه المصريه افضل المحترفين الاجانب اللي جم في تاريخ الكره المصريه. فهو لاعب مش محتاج حد يقيمه، ولا حد يقول ده لعيب كويس ولا مش كويس، ولا اضافه ولا مش اضافه. لكن انا بكلمك على العلاقه. يعني امبارح لما لبس علي معلول شرط الكابتن، لو شفت رد الفعل اللي حصل من الجماهير، وانا واثق تماما انه الناس اللي قاعده كانت بتتفرج ورا الشاشه حست كان الاهلي جاب جون. يعني عارف حاله الفرحه لما الاهلي بيجيب جون، نفس الحاله دي انا حسيتها، انا اتبسطت لعلي امبارح لانه يستحقها عن جدار. وان العلاقه اللي بينه وبين جماهير النادي الاهلي علاقه متينه جدا، صعب مهما كانت قصه النجاح. هي مش قصه نجاح بس، يعني هي مش قصه ارقام او اهداف او مساهمات، لكن العلاقه اللي بين علي وبين جماهير النادي الاهلي يمكن تتخطى كمان حدود ملاعب كره القدم. هو صنع ده بنفسه، هو وصل ده، هو نجح في انه يوصل الرساله دي، ان انا واحد منكم. وعشان كده الناس حبت علي وفرحت لعلي. انا بقول لكم يمكن الفرحه اللي انتوا شفتوها الاستاد مش ممكن ابدا تتقارن بالفرحه اللي كانت عند كل جماهير النادي الاهلي اللي بتتفرج مع اصحابها، واللي بيتفرجوا في القهاوي، اللي بيتفرجوا في بيوتهم، باللحظه اللي ارتدى فيها علي معلول شرط الكابتن. فالحقيقه كل التحيه والتقدير لعلي معلول. حسين الشحات امبارح، عوده حسين لجزء، او استعاده حسين لجزء كبير جدا من مستواه، ولسه. امام عاشور مفتاح من اهم مفاتيح النادي الاهلي، وبرده الحقيقه حتى لما بيبعد او بيغيب يعني لاصابه او لاي سبب، بيرجع الحقيقه برده واقف على رجليه، ومهم، واحد من اهم مفاتيح النادي الاهلي. فانت بتتكلم النهارده على انه غاب ياسر،
وقف ربيعه او جه ربيعه ويعني ثبت نفسه في مكانه وقدم مستويات رائعه. غاب ربيعه لايقاف امبارح، ربيعه طبعا يرجع لسكواد الاهلي ان شاء الله بدايه من مباراه الاتحاد يوم الثلاث، لكن غاب ربيعه امبارح متولي ظهر الحقيقه بمستوى اكثر من رائع، وده في الاول والاخر يحسب لجهاز فني عارف الاول امكانيات لعيبته كويس جدا، عارف يوظفها، لانه في اوقات كتير جدا بص الجدول الدوري من غير ما اقول اسماء، بص على سكواد الدوري، بص على كل فرقه وشوف السكواد بتاع فرق بعينها عامل ازاي، تقول من اول السيزون السكواد ده يا جماعه هينافس، السكواد ده يا جماعه متكلف، السكواد ده يا جماعه فيه اسماء تقيله. لكن تعالى بص على النتائج وعلى المراكز هتلاقي العجب العجاب. ما اقصدش ان انا اقلل من حد والله، بس انا بقول انه هي قدره جزء كبير جدا وانت بتقيم المدير الفني هي قدرته على توظيف الامكانيات اللي موجوده تحت ايده، على انه معاه سكواد فيه 30 اسم، انه ال 30 اسم يبقوا جاهزين في اي لحظه، على انه لما يبقى فيه لعيب بعيد قوي بسبب تراجع مستوى، بسبب اصابه، بسبب لما اللعيب ده يحتاجه يظهر في افضل صوره ممكنه، ودي واحده من مميزات مارسيل كولر. ممكن تاخد عليه بعض، مفيش مدير فني كام، احنا النهارده جوارديولا ليه اخطاء، انا بتكلم على جوارديولا وهو بالنسبه لي افضل مدير فني شفته في تاريخ كره القدم. يعني انا ما شفتش في مدربين عظماء جم، يعني في أليكس فيكسن، في اوتمر هيتسفيلد، في كتير قوي، يورجن كلوب حاليا، كارلو انشيلوتي، انا مش من مدرسته وما بحبهاش، ما بحبش الكوره اللي بيقدمها يعني، لكن في النهايه هو مدرب من المدربين العظماء، اكتر مدرب او مدير فني حقق تشامبيونز ليج، ففي مدربين عظماء، لكن على مستوى الكواليتي انا بشوف انه جوارديولا في حته تانية خالص، ومع ذلك ليه اخطاء واخطاء فادحه، يورجن كلوب ليه اخطاء واخطاء فادحه، انشيلوتي ليه اخطاء واخطاء فادحه، انريكي، كل المديرين الفنيين مفيش مدير فني هتقدر تقول انه بيقدم اللي بيبحث عنه الجمهور بنسبه 100%. فبالتالي ممكن ناخد بعض التحفظات، ممكن نشوف الاداء، بس في النهايه الاهم بالنسبه لي انه الاهداف بتاعتي بتتحقق كجمهور. نتمنى ان شاء الله باذن الله الماتشين اللي جايين، وهو المطلوب اثباته وهو ده اللي انا هتكلم فيه. الماتشين اللي جايين هم اخر بروفا رسميه او اخر مباراتين هيلعبهم الاهلي قبل ما يروح لمواجهه الترجي في تونس، ومواجهه الترجي في تونس انا اتكلمت عليها منذ تاهل ترجي على حساب سان داونز وتاهل الاهلي على حساب مازيمبي انها مواجهه لن تكون سهله على الاطلاق. الناس اللي مستسهله مواجهه الترجي او شايفه ان مواجهه الترجي اسهل من سان داونز، انا بقول لكم لا، الكلام ده مش حقيقي، ونسخه الترجي السنه دي الحقيقه تختلف كتير جدا عن النسخه اللي احنا كسبناها ذهابا وايابا مرتين في اخر اربع خمس مواسم. كسبناهم مرتين في قبل النهائي في تونس وفي القاهره، النسخه اللي هتشوفوها في رادس يوم 18 نسخه غير. والمباراه مش هتكون سهله على الاطلاق على النادي الاهلي. المطلوب ايه؟ هو ده اللي انا بتكلم فيه النهارده. عندك ماتشين اتحاد وبلديه محله. نتمنى طبعا ان مستوى الاداء فيهم يرتفع، نتمنى ان العناصر تظهر بشكل اكتر جديه وتركيز. معرفش ليه حسيت امبارح وفي ماتش الاسماعيلي انه في وقت من الاوقات شويه التركيز بيغيب. انا مدرك تماما برضو انه من الطبيعي جدا انه اللعيبه تبقى عايزه تحقق الهدف، وده اللي يمكن مشترك بين الماتشين باقل مجهود. يعني انت عايز تجيب السته بونت، عايز تجيب الثلاثه بونت بتوع الاسماعيلي، وعايز تجيب الثلاثه بونت بتوع الجونه باقل مجهود ممكن، تلعب على قد المباراه. فطبيعي شويه ممكن لما الهدف بيتحقق شويه، ولو ان اتمنى انه ده نشتغل عليه كبروفا، مش قلق ولا خوف من الاتحاد، اتحاد فرقه برده من الفرق المحترمه جدا، ولا من بلديه المحل، وثق تماما انه اي فريق بيلعب النادي الاهلي ان كان اسمه تاريخه وسكواد بتاعه وجهازه الفني وترتيبه وارقامه، القصه بالنسبه له عيد، القصه بالنسبه له انه مصر كلها بتتفرج عليه، القصه بالنسبه له انه محطوط في فاترينا فيها 70 80 مليون بيتفرجوا عليه، أجهزة فنية ومسؤولين في أندية وجمهور كورة. فبالتالي المباراة بالنسبة له ممكن تبقى أهم مباراة على مستوى السيزون كله. طيب عندنا هنتابع طبعا مشوار الترجي مع حضراتكم بالتفصيل، وهقدم حضراتكم بروفايل الترجي في الأيام اللي جاية، بس خلينا نعدي الأول أو نقفل صفحة الدوري. هيكون عندنا أسبوع كامل السادسة ما وراهاش غير فرقة الترجي. اقرب لحضراتكم الصوره والبروفايلات. انا عارف ان الترجي السنه دي نسخه مختلفه شويه على اللي انتم شفتوها، في عناصر كتيره دخلت، ميجيل كاردوزو لوحده ومحتاج حلقه كامله لان واحد من المديرين الفنيين الحقيقه الشطار قوي المجيدين جدا، هنتكلم عليه وهنحاول ندخل كده في عقله وتفكيره ونشوف بيفكر ازاي. هو عارف تماما انه بيواجه حامل اللقب، عارف انه بيواجه عملاق افريقيا، هنتكلم على المباراه دي لكن لما يجي وقتها. عايز ارجع بس للدوري في نقطتين، والكلام هنا الحقيقه لاتحاد الكره المصري.
احنا بسبب مشاركتنا في مختلف البطولات على مدار السيزون، وبسبب مشاركه منتخب مصر في بطوله امم افريقيا، وبسبب مشاركه الاهلي في بطوله يمكن تختلف شويه عن طبيعه البطولات او يعني خارج اجنده الانديه الافريقيه، يعني زي ما الاهلي كان بيلعب في تشامبيونز ليج، هو بيراميدز كان الزمالك وفيوتشر بيلعبوا في الكونفدراليه، لكن الاهلي كمان شارك في كاس عالم انديه وبدا الموسم بسوبر افريقي، كل دي مباريات زياده شويه. نتيجه لده تراكمت عدد المباريات اللي بيلعبها النادي الاهلي في جدول الدوري، في بطوله الدوري. انا مش خبير لوائح ومش خبير مسابقات، ومش مطلوب مني ان انا ابقى فاهم فيهم زي الناس اللي قايمه عليهم او اللي مسؤول عنهم، ولكن السؤال اللي ممكن كمان يبقى على السنه جماهير النادي الاهلي واللي بساله للساده المسؤولين في اتحاد الكره وتحديدا في لجنه المسابقات. لما كان عندنا فرصه انه الاهلي يضغط له اربع مباريات في خلال تقريبا 12 يوم. 12 يوم. الاربع مباريات دول ليه اتلعب فيهم ثلاث ماتشات من ماتشات الدور الثاني؟ يعني ليه ما اتحطتش الماتشات المؤجله من الدور الاول في نفس، انا بسال بحسن نيه والله، لا انا بتلكك ولا بحاول هايلايت اخطاء، بس انا بسال عشان حتى الناس تفهم، لانه يعني ده من وجهه نظري ممكن يبقى فيه اشكاليه هتمس الكل، يعني مش بس هتمس النادي الاهلي، لكن ممكن يبقى فيه اشكاليه كان من الممكن تفاديها قوي لو تم تسكين ماتشات الاهلي مؤجله من مباريات الدور الاول. ليه بنقول الكلام ده؟ خليني احسبها مع حضرتك ورقه وقلم. الاهلي هيلعب ان شاء الله باذن الله يوم السبت اللي جاي اخر ماتشاته في الدوري. بعدها هيبقى في فاصل زمن يمتد تقريبا الى ما قربته ما تقريبا يعني ما يصل الى 25 يوم. ايه ال 25 يوم؟ عندك من بعد ماتش الثلاث الاتحاد السبت البلديه، من بعدها فتره توقف تقريبا اسبوع قبل ما الاهلي يلعب الترجي، تمام؟ وبعدها باسبوع مباراه العوده امام الترجي، فادي اسبوعين تقريبا، ثم يدخل من منتخب مصر في معسكر عشان مباراتي كاس العالم بوركينا فاسو وغينيا بيساو. ده معناه انه ماتشات الاهلي وماتشات تقريبا يعني طبعا الاهلي هو بيلعب في افريقيا، اعتقد ماتشات الدوري هتستمر، لكن ده معناه انه الاهلي هيتوقف عن المشاركه في ماتشات الدوري لمده تقريبا شهر. طيب الشهر ده ياخدنا لفين؟ ياخدنا تقريبا اليوم 10 او 12 6. مفترض انك انت تبلغ الاتحاد الافريقي امتى بالانديه، اسماء الانديه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه، اول وتاني دوري ابطال وثالث ورابع كونفدراليه. المفترض انك تسلم القائمه او الاسماء دي قبل 30/6. السؤال هنا، هل بعد المشوار ده كله هيقدر الاهلي ان يخلص ماتشات الدور الاول قبل 30/6، ولا هنضطر ان احنا نضغط الماتشات على قد ما نقدر عشان الاهلي يلعب ماتشاته المؤجله في الدور الاول؟ طب ليه ده ما حصلش دلوقتي؟ يعني بما ان احنا كان عندنا فرصه يبقى في اربع جولات من الدوري في الدور الاول، لعبنا منهم ثلاثه في الدور الثاني. ده سؤال رئيسي جدا. طيب السؤال الثاني، وانا عارف من يعني من مصادر موثوق فيها جدا انه في كلام بين الاتحاد المصري وبين الاتحاد الافريقي مفاده انه الاتحاد المصري قد ينجح في تاجيل تسليم الاسماء دي لنهايه لنص سبعه، او بعض الناس قالت احنا واثقين ان احنا نقدر على اخر سبعه كمان نبلغ الاتحاد الافريقي بالاسماء دي. طب السؤال هنا، ماذا لو؟ يعني ماذا لو حتى انتهى الدوري قبل ما نخطر الاتحاد الافريقي بالاسماء؟ هل ده ممكن يكون مصدر مشكله؟ انا بسال السؤال، انا ما عنديش الاجابه، يعني هل ده ممكن يكون مصدر مشكله؟ انت هتبعت ايجيبت 1 وايجيبت 2. يعني اللي هياخد مركز اول في الدوري واللي هياخد مركز تاني في الدوري هتسكنه بعد ما الدوري ينتهي. والثالث والرابع في الدوري هتسكنه بعد ما الدوري ينتهي. طيب المشكله هنا فين؟ او المشكله اللي ممكن، خليني اقول ممكن تحصل فين؟ اذا كانت الانديه ماضيه على لائحه بتاعت البطوله بتقول فيها انه هيتم اعلان ممثلي الكره المصريه في البطولات الافريقيه المختلفه، اللي انا لسه لغايه النهارده ما عندناش برضو معلومه متاكدين في ده بين قوسين كده، اذا كانت الكونفدراليه هتتلعب ولا مش هتتلعب، اللي احنا عارفينه ان الاتحاد الافريقي خد قرار لم يتم الاعلان عنه رسميا ان السيزون اللي جاي ما فيش كونفدراليه. بس لم يتم الاعلان رسميا، لكن خلينا نمشي على المتعارف عليه. في اربع انديه مصريه هيقول الاتحاد المصري الاتحاد الافريقي عندي الواحد صاحب مركز اول مركز ثاني هيلعبوا تشامبيونز ليج،
صاحب المركز الثالث، صاحب المركز الرابع هيلعبوا الكونفدراليه، وهنبقى نقول لك على الاسماء لما نبقى نخلص البطوله، او هنبقى نقول لك على الاسماء لما الانديه تخلص الدور الاول. اذا لم يتم ارسال هذه الاسماء في مواعيدها هتطلب التاجيل، ده اكيد. طيب اذا نجحت في اقناع الاتحاد الافريقي بانه يتم تسكين ايجيبت 1 ايجيبت 2 ايجيبت 3 ايجيبت 4 تشامبيونز ليج كونفدراليه، هتحسبها ازاي وانت مضي الانديه على لائحه بتقول انه هيتم اختيار الانديه المشاركه في البطولات الافريقيه بناء على نتائج الدور الاول؟ وماذا لو نجحت في التاجيل مع الاتحاد الافريقي ل 30/7 او حتى رحنا ل 15/8 قبل بدايه البطوله، وكان ترتيب الانديه بعد انتهاء البطوله ان الاول والثاني في البطوله بشكل عام يختلف عن الاول والثاني في الدور الاول؟ هل ده ممكن يبقى مثار مشاكل بالنسبه للانديه المصريه؟ هل من حق الانديه اللي انهت البطوله في الدور الاول انها تطالب بانها حتى لو نجحت في التاجيل مع الاتحاد الافريقي هي اللي تمثل مصر في البطوله؟ احنا محتاجين بس مزيد من الوضوح والشفافيه، التفكير ازاي والانديه استقرت على ايه، واللي هيعمله الاتحاد المصري مع الاتحاد الافريقي او الاتفاق اللي هيتم بين الاتحادين هيكون طبيعته ايه. ساعتها تبقى كل هذه الاسئله يعني لا داعي لها، والشكوك او النوايا اللي ممكن تبقى مش واضحه هتبقى واضحه للجميع، وكل واحد يبقى عارف حقه وبيسعى لتحقيقه. ده سؤال نتمنى ان احنا ناخد اجابه عليه. السؤال الثاني الحقيقه، الى متى؟ يعني انا حقيقه امبارح طبعا، وخليني على شاشه النادي الاهلي طبعا اقول مبروك لنادي الزمالك الفوز ببطوله افريقيا للفولي بول سيدات امبارح، ماراثون طبعا شرف للرياضه المصريه وللكره الطايره عموما ان يكون نهائي افريقيا بين فريقين كبار، فريقين مصريين، وان اللقب في النهايه يروح لمصر. وما عنديش اي خجل ان انا اهني نادي الزمالك في مباراه شفت للاسف ان احنا اللي فرطنا فيها او كنا الاقرب ليها، لكن في النهايه الزمالك عمل جيم كويس جدا وطبيعي ان انا اقول مبروك. الاهم عندي من ده في النهايه يعني لازم كلنا نسال بعض، بالذات الناس اللي دايما في موقع مسؤوليه، ممكن كاداري، ممكن كاجهزه فنيه، ممكن كلاعبين، والاكيد طبعا كاعلاميين. هي رياضه ولا حرب؟ يعني هي الفكره انه نتنافس مع بعض تنافس شريف، انت هتكسب مره وانا هكسب مره، جمهوري يفرح مره، جمهورك يفرح مره، وانه الخسران يهني الكسبان في اطار من الود والاحترام. واعتقد انه العلاقه بين الاهلي والزمالك طول عمرها، في استثناءات في مطبات بيحصل وارد، لكن في النهايه الاساس في العلاقه ايه؟ متين وراسخ. انت بتتكلم على اثنين من اكبر الانديه الرياضيه مش في مصر، خلينا اقول في افريقيا وفي العالم العربي. واللي انا اعرفه انه مهما كانت المنافسه قويه او مهما كانت المنافسه عنيفه، حاله السجال دي على كل المستويات مش المفروض ان ده ياخدنا ان احنا نحولها لساحه حرب. ان احنا نصدر ونظلم معانا، للاسف في ناس مش مدركه قد ايه هي بتظلم معاها الجماهير، قد ايه هي بتظلم معاها الشباب الصغير، الاولاد اللي يمكن تجربتهم مساحه النضج عندهم ما هياش كبيره قوي، بتصدر لهم عقد وبتصدر لهم خطاب كراهيه وبتصدر لهم خطاب غل وبتصدر لهم اهل فتنه، يعني اهل اللي بيحصل الحقيقه من بعض الناس هم صناع فتن. وهم مش يعني طبعا انا متفاهم طبعا ان في ناس بتحب قوي تكسب من ده، يعني فكره الفتنه دي، فكره انك انت تمشي عكس التيار حتى لو الناس هتهينك وهتشتمك هي مدرسه. وفي ناس شاطر قوي فيها. اشتم زي ما انا مش عايزك يعني مش عايزك تحبني، انا عايزك تكرهني وتشتمني. في ناس بتكسب قوتها وراضيه وقابله على نفسها بده. لكن انه في كل حدث بقى هنقعد نقف على الوحده ونطلع أسوأ ما فيه ونحاول نتلكك ونحاول نصير غضب ونحاول نقول ليه ومش ليه، يعني ما اعتقدش انه حتى فكره ركوب الترند بقت محترمه قوي بالشكل ده. اركب يا سيدي ترند بمجهودك وبفكرك وبعرقك لكن فكره انك انت تشتغل على فتن. امبارح طبعا بعد الماتش الكلام ده اتقال وانا الحقيقه ما استوعبتش. طب يعني مفترض انه يعني انت فرحان ببطوله وبطوله مهمه واخيرا في فريق هيلعب في كاس العالم وهيمثل مصر وهيمثل افريقيا، خلينا نفرح يعني على الاقل قول لجمهورك خلينا نفرح. لكن
سيبنا كل الحدث ده وسيبنا فرقتين من مصر في نهائي اكبر بطوله فولي بول في افريقيا، وسيبنا من تاهل نادي مصري لكاس عالم، وماسكين بقى في مين ليه ما نزلش يسلم على ايه، وانت للاسف الشديد عن جهل شديد جدا بالبروتوكول. الحقيقه مش شايف اي دافع منطقي غير ان هو يا اما تعصب شديد جدا، تعصب اعمى، يا اما كراهيه لاي حاجه متعلقه بالفريق المنافس، يا اما رغبه في الانتقام، يعني كلها سوداويات، كلها مشاعر سودة. الحاجات دي ليها بروتوكول وليها اسس وليها اصول، وما ينفعش ابدا نشكك في نوايا الناس، ما ينفعش نطرح اسئله مش في محلها، بما ان احنا على الاقل في ناس كتيره بتشوفنا او بتتابعنا. فيعني خلي الامور ماشيه في اطارها او في سياقها الصحيح، وحاولوا شويه يعني تصلحوا من اخطائكم. للاسف ما زلنا الحقيقه يعني بندفع ثمنها كلنا لغايه النهارده. احنا بنقول الاهلي والزمالك وعلاقه ود واحترام، ومجلس اداره النادي الاهلي راح، ومجلس الزمالك استقبلوا افضل استقبال، وقلنا فتحنا صفحه جديده وما فيش اي مشاكل. ليه بقى التعليق على فكره المهندس خالد مرتجي ما نزلش يسلم؟ مش مطلوب منه ان هو ينزل يسلم. وبالمناسبه الحقيقه دي بطوله قاريه مبدئيا، ما هيش بطوله محليه. البطوله دي ليها بروتوكول خاص بيها، بيحكمها اسس او نظم حددها بروتوكول الاتحاد الافريقي. البطوله دي بيتراسها السيد محمد ضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وهو بنفسه كان موجود وقت تسليم الميدال. وبالمناسبه مش عايز اقارن وابرر الحقيقه، يعني فكره ان انا اديك دليل على انك انت ماشي في سكه غلط او بتقول كلام غلط او كلام ملوش معنى في توقيت ملوش معنى، مش محتاج ابرر ده. لكن هقول لك ارجع مثلا لنهائي بطوله افريقيا اللي كانت برضو بين الاهلي والزمالك، وبرضو الاهلي كسب البطوله، وهتلاقي برضو انه مفيش مسؤول. كان كابتن خطيب بالمناسبه اعتقد موجود في الملعب في الصاله، وكان مهندس خالد مرتجي كان موجود في الصاله، ما نزلوش سلموا على اللعيبه. هو كابتن خطيب يمكن في الاخر خالص بعد المراسم نزل سلم الكاس لعبد الله عبد السلام كابتن الفريق، لكن ما تواجدوش او ما تحتمش عليهم التواجد، لا بسبب انه الاهلي طرف في المباراه النهائيه، ولا بسبب انه الاهلي بطل البطوله، بطل النسخه دي من البطوله. لكن المسؤول عن تنظيم البطوله او مدير البطوله كان متواجد وسلم. ليه بقى بنعمل يعني مين اللي بيسلم؟ الكابتن نزل في النهايه خالص، بس دي لقطه من مباراه نهائي افريقيا اهلي وزمالك برضو، او نهائي افريقيا اهلي وكان فريق كان فريق تونسي مش فاكر اسمه ايه. لا المهندس خالد مرتجي نزل ولا اي حد نزل. هم مولوديه ابو سالم مظبوط. فهي القصه بس ان احنا يعني نحاول نبعد عن الفكره ده شويه. في حاجات كتير جدا جدا في الرياضه تحديدا، احنا مش سوبر السوبر، يعني احنا مش سوبر السوبر، احنا عندنا حاجات كتير جدا محتاجين نركز على ايجابيات، يعني محتاجين نبني بدل ما احنا بنهد. امبارح المباراه دي كانت بتتلعب في صاله في النادي الاهلي، داخل النادي الاهلي، وتم استقبال اعضاء مجلس الاداره بافضل شكل ممكن، والشكل اللي يليق بقيمه وبتاريخ وبحجم نادي الزمالك. مفيش داعي ان احنا يعني نحاول مش بس نبص على السلبيات. انا مش شايف حتى انه في سلبيه ممكن نبص عليها، احنا بنحاول، او اللي بيحصل ده اسمه محاوله اختلاق المشكلات او اختلاق السلبيات من لا شيء، محاوله تصدير توتر. وطبعا انا فاهم انه التوتر، وجود حاله التوتر بين الجماهير ده ات ميكس ماني لناس كتير قوي، ولا استثني من ذلك الجمهور الحقيقه. يعني الجمهور صاحب مسؤوليه مهمه جدا في القصه دي، انا اسف على الاطاله بس الكلام ده مهم جدا. انا متاكد تماما جدا ان الجمهور عارف النهارده مين بيشتغل على ايه وازاي، لان انتوا برضو جزء من تحملكم مسؤوليه انكم بتخلوا للناس دي تمن. الناس اللي طول النهار بتقول اي كلام في اي كلام، الناس اللي طول النهار بتهاجم بس عشان تعمل ريتش، الناس اللي طول النهار بتحاول توسع من الفجوه بين الجماهير. ما احنا بنشوف ماتشات اهلي وزمالك جماهير كامل العدد بره مصر، طب لو الجمهور لوحده، طب لو جماهير زمالك قاعده في وسط جماهير اهلي، جماهير اهلي قاعده في وسط جماهير زمالك، ده بيغني لفرقته وده بيغني لفرقته، وده بيحترم الفرقه الثانيه وده بيحترم الفرقه الثانيه. ما شوفش اي خروج على النص، هي دي علاقه طبيعيه جدا على فكره.
بس انتوا اللي سبب في توتر العلاقه هنا. حقن شغاله طول النهار بتملى الادمغه بافكار في منتهى السوء، تشوه حقائق، تزرع تعصب، تخلق مساحه تخلي الناس بتكره بعض. ليه يا جماعه؟ دي رياضه في الاول والاخر، مش حرب. وانا قلت لكم قبل كده هنا، شوف على مدى وقدر المنافسه الكبيره جدا اللي بين الاهلي والزمالك، او حتى الانديه اللي عندها جماهيريه. يعني الاتحاد عنده جمهور كبير، الاسماعيلي عنده جماهير كبيره، المصري عنده جماهير كبيره. اتمنى 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 الانديه دي تبقى في افضل احوالها الحقيقه. يعني اللي بيدور على صالح الكره في مصر يتمنى انه والانديه الشعبيه ترجع، والترسانه ترجع، والمنصوره ترجع. الجمهور هو امبارح شفت ماتش الفولي بول، الجمهور الحقيقه مدي ماتش فولي بول سيدات اخر حاجه ممكن تفكر انك تتفرج عليها. صحيح طبعا البطوله مهمه، هي بتتكلم في نهائي تشامبيونز ليج، وكل التقدير والاحترام، مش عنصريه والله، بس انا اقصد اقول يعني على مستوى الاولاد بالنسبه لينا احنا كره القدم، ممكن باسكت، هاندبول طبعا لانه مصر متقدمه جدا فيها. لكن شوف الجمهور عمل ايه في ماتش امبارح. بص الحاله، انت بتتفرج على الماتش كانك بتتفرج على ماتش عالمي. فمفيش داعي ان احنا محتاجين نبني الجسور بدل ما احنا بنهدها وبنوقعها. واتمنى بقى من القائمين على يعني السوشيال ميديا خارج السيطره، يعني السوشيال ميديا مش هتقدر تعمل كنترول، الوحيد اللي يقدر يعمل فلتر وكنترول ويقفل حنفيه الهباب اللي نازله دي هو الجمهور. لكن على منصات الاعلام سواء رسميه كانت خاصه بقى بقنوات او بمواقع الكترونيه او حتى صحف ومجلات او تلفزيونات وقنوات، لا، محتاجين نكنترول الدنيا شويه. عشان كده احنا رايحين في حته نقطه اللا رجعه زي ما بيقولوا. انا اسف جدا على الاطاله، خليني بس ايه اقول لحضراتكم قبل ما اختم الاهلي نيوز روم ايه الجديد فيما يتعلق بالاصابات. عندنا طبعا اصابه السوليه، ناس بتسال، عندنا اصابه احمد عبد القادر. السوليه ان شاء الله باذن الله حاجه خفيفه، يعني السوليه باذن الله ان شاء الله طبعا هو هيخضع لفحص طبي، بناء عليه هيتقرر حاله مدى اصابته والبرنامج العلاجي او التاهيلي اللي ممكن يكون محتاجه السوليه، لكن باذن الله ان شاء الله مش هيغيب كتير. السوليه مهم جدا تواجده. شوفوا في لعيبه جوه النادي الاهلي لو قاعد على الدكه، لو قاعد في اوضه اللبس ومش هيلعب ماتش، بالنسبه لي التواجد بتاعه في منتهى الاهميه. عندنا عمرو السوليه، عندنا الشناوي، عندنا ممكن ادخل معاهم ياسر ابراهيم، عندنا انا بتكلم على مستوى الخبرات، اللعيبه لعبت فاينل افريقيا زي صباح الخير. احمد عبد القادر طبعا لعيبه بالنسبه لهم مفيش هيبه ان انا رايح العب فاينل افريقيا، انا بلعب فاينل افريقيا كل سنه ولعبت مع اكبر انديه القاره، خدت الفاينل من الزمالك، خدت الفاينل من الوداد، خدت الفاينل من كايزر تشيفز. المره الوحيده اللي اخفقت في ظروف غير طبيعيه. فبالتالي اللعيبه الخبره دي مهمه جدا مع اللعيبه اللي بتلعب سنه اولى او سنه ثانيه نهائي دوري ابطال. لكن باذن الله السوليه موجود ان شاء الله، ممكن كمان ممكن يبقى ورقه موجوده مع مستر مارسيل كولر، هو يقرر بقى يبدا بيه يحطه على. خد بالك السوليه كمان في النهائيات بالذات فعال جدا، يعني السوليه مسجل في الزمالك هدف الافتتاحيه، سليم سجل في كايزر تشيفز في المباراه بتاعت المغرب فاينل نجمه العشره، سجل الهدف الثاني اعتقد. ففي المباريات الكبرى تلاقيه ولاعب عنده خبره ولاعب كبير، كابتن من كباتن النادي الاهلي. معلول طبعا ما اقدرش انسى معلول عشان برده ما قلتش اسمه، خبره كبيره جدا 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 مع النادي الاهلي. الموقف بالنسبه لعبد القادر مش واضح، معلوماتي بتقول انه ان شاء الله باذن الله قبل ماتش الترجي ذهاب ممكن جدا انه عبد القادر يبقى جاهز، يعني في محاولات كبيره انه عبد القادر يتجهز، بس هو بعيد عن حسابات ماتشين الدوري. لكن قبل ماتش الترجي، لانه عبد القادر كان واحد من اهم مفاتيح اللعب الاهلي في الفتره الاخيره. يعني انا بشوف انه على مستوى الخط الامامي يمكن تكون اهم لعيب في الفتره الاخيره. الشحات عودته مكسب، عندك رضا سليم برضو جاهز، بيرسي تاو ان شاء الله باذن الله يجيب مستواه في الماتشين اللي جايين، وهي فرصه لتجهيز اللعيبه. مروان عطيه يجيب مستواه برضو في الماتشين اللي جايين، فرصه كمان لتجهيز اللاعبين. لكن خلينا نقول ان شاء الله باذن الله ربيع بيرجع في ماتش الاتحاد، خلاص خلص الايقاف بتاع امبارح. عندك في الدفاع النهارده ثلاث اوراق مهمه جدا، واعتقد ياسر كمان ممكن يدخل في الحسابات قريب، فما بقاش فيه القلق اللي كان عندك في خط الظهر قبل كده. هم كانوا اثنين مفيش غيرهم،
بعد كده اعاده توظيف عندك ربيعه وعبد المنعم. النهارده لما نتكلم على متولي ومستوى الهايل الحقيقه اللي رجع بيه، اعتقد ماتش امبارح كمان هيديله دفعه كبيره جدا، وياسر ان شاء الله مع عودته تبقى اكتملت الصفوف بشكل كبير جدا، ويدخل بعد كده بقى بالتدريج اليو ديانج في الحسابات، ولو ان الحقيقه خط نص النادي الاهلي ما شاء الله ما شاء الله بالف خير. طيب هنتكلم بقى، عندنا تشامبيونز ليج مهم جدا. اللي ما تابعش، الريال اتعادل مع البايرن في أليانز أرينا بنتيجة 2-2 مباراة الذهاب، مباراة العودة إن شاء الله يوم الأربعاء. عندنا باريس سان جيرمان بعد ما خسر في إيدونا بارك من بروسيا دورتموند بنتيجة 1-0، مباراة العودة في باريس هتكون بكرة إن شاء الله، لا بعد بكرة إن شاء الله يوم الثلاث. فالأسبوع ده هيحدد طرفي المباراة النهائية في تشامبيونز ليج أوروبا، هنتكلم عليهم النهاردة مع بلال محسن وأحمد مصطفى ضيوفي في السادسة، لكن بعد الفاصل. لو جيت قبل بداية الموسم سألت أكثر الأهلاوية تفاؤلا مين هيكون أكثر لعيبة أو أكثر أسماء في سكواد النادي الأهلي السنة دي في الموسم ده هترتفع قيمتهم التسويقية، يمكن من القائمة اللي حضراتكم شفتوها باستثناء إمام عاشور ما أعتقدش كان حد يقدر يختار أو يفكر في اسم من الأسماء دي. شوبير الحقيقة قدم سيزن استثنائي. أعتقد النهاردة لما نرجع نفتكر كلام الناس كلام الجمهور على انه مع تألق الشناوي واستمراره طبعا كحارس مرمى مصر الاول ودور الكبير اللي بيقوم بيه مع نادي الاهلي، وكان في فتره من الفترة او مش فتره كذا فتره كانت جماهير نادي الاهلي تقول الاهلي محتاج يتعاقد مع حارس مرمى، الاهلي محتاج حارس مرمى تاني مع الشناوي، الاهلي عايز حارس مرمى صغير، وكانت في ناس تقول لك والله ليه لا مش محمد صبحي، وتعمل مقارنه مع جاد، وكان الكلام ده بيتقال في اوقات كتير جدا. اعتقد عملي النهارده شوبير رد على جميع الاصوات دي. كمان ما اقدرش انسى مروان عطيه، احمد نبيل، كوكا، كريم فؤاد، كل دول السيزون ده بالنسبه لهم. نتمنى طبعا كريم يكون واحد برده من الاوراق المبشره جدا، واحد من اللعيبه الجمهور بيحبها ان شاء الله باذن الله، يرجع ويقدم مستويات اكتر من رائعه. يبدو انه بلال محسن واحمد مصطفى وشهم حلو مش على السادسه بس، لكن كمان على محمد صلاح اللي بيهدف دلوقتي ويجيب هدف في توتنهام طبعا في البريمير ليج. خلينا نرحب بيهم في البدايه عشان عندي موضوعات كتيره جدا معاهم النهارده. انا مش بركت لك يا عم على الريال خلاص لسه بقى مستنيين بكره لسه انا لسه انا مش انا جاي بارك لي وانا انا ما بركتليش على هو اتوقع برده هو اتوقع الريال واحنا توقعنا السيتي برده عشان نديله حقه مبروك على الريال الله يبارك فيك. هتعملوها قدام البايرن؟ هنعملها. طب هنيجي الموضوع هنيجي تشامبيونز ليج. خلينا اول ابدا بمرحله الدوري بالنسبه للاهلي، عوده مره ثانيه للمنافسات. ماذا حقق الاهلي امام الاسماعيلي ثم الجونه باستثناء طبعا الست نقاط العلامه الكامله، خمس اهداف سجلهم الاهلي، هدف واحد استقبلته شباكه، عوده عدد من الاسماء اللي يمكن الى حد كبير كانت بعيده بسبب الاصابه، ظهور وتالق نجوم في المباراتين دول يمكن خارج كل التوقعات، والروتيشن طبعا اللي قام بيه مارسيل كولر. رؤيتكم لمكاسب الاهلي اللي استفاد بيها كولر من الجولتين دول، وما الذي يسعى الاهلي لتحقيقه في الجولتين القادمتين سواء امام الاتحاد او امام بلديه المحله؟ هبدا مع بلال. يعني خلينا نقول يا احمد هنبدا من حيث انتهينا في الحلقه الماضيه، وقبل ما يرجع النادي الاهلي تاني مره ثانيه لمشوار بطوله الدوري، وقلنا ان لازم النادي الاهلي يدخل الاربع مباريات بوجه مغير تماما عن الوجه اللي كنا عليه قبل مباراه مازيمبي وخلال الاسابيع الاخيره تحديدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي دخل زي ما اتكلمنا في الحلقه وقلنا ان لازم افضل 11 لاعب يشاركوا، ان مارسيل كولر اختار تقريبا اجهز 11 وافضل يعني عناصر موجوده في الفريق، ودخل مباراه الاسماعيلي بكامل الجديه، قدر يحسم اللقاء بهدف طبعا بيرسي تاو، وبعد كده الهدف الرائع والحل المميز الفردي اللي حاضر دائما في وجود امام عاشور، قدر يفوز بديربي مهم جدا، انتصار معنوي وانتصار حتى على مستوى النقاط، امنت بيه ثلاث نقاط مهمين. كمل النادي الاهلي على الحاله مع طبعا بعض الروتيشن زي ما انت قلت يا احمد، دخول عمر كمال عبد الواحد في الجبهه اليمنى بديلا لمحمد هاني، وراحه هاني مطلوبه في الفتره ديت، زائد الاضافه الكبيره جدا هي عوده محمود متولي اللي قدر يعني يفوز بجائزه رجل المباراه وقدم واحده من افضل مبارياته. والحقيقه محمود متولي لاعب لا خلاف عليه، لا من اداره النادي الاهلي ولا من جهاز الكوره ولا من الجمهور، لاعب بينال وبيحظى بثقه وحب الجميع تقريبا، ولكن
كان دايما عنده سوء حظ يعني كتير في موضوع الاصابات. نتمنى يا رب ان شاء الله الاصابات تبعد عنه، لان محمود متولي عودته مكسب كبير في توقيت مهم جدا من الموسم. زي ما كنت سامعك بتتكلم في الانترو وقلت ان خيارات النادي الاهلي فضلت محدوده في المركز ده تحديدا ما بين محمد عبد المنعم ورامي ربيعه. كان الجمهور حتى عنده تخوف كبير لا قدر الله في حاله غياب احدهم. انا بشوف ان ممكن نلاقي في مباراه الاتحاد او البلديه كولر بقلب جامد بيريح محمد عبد المنعم قبل مباراه الترجي مثلا خوفا عليه من الاجهاد، بتقدر تريح حتى ربيعه مع عوده ياسر، فهيبقى عندك وفره في المركز ده. فعوده محمود متولي انا بشوفها مكسب كبير جدا، زائد طبعا الكريزه اللي حصلت امبارح واللحظه اللي طال انتظارها عند جمهور النادي الاهلي، وهي يعني ارتداء علي معلول لشاره كابتن الفريق. يعني انا امبارح كل الناس كانت منتظره اعلان التشكيل، هل السوليه موجود؟ حتى لما السوليه خرج من التشكيل دخل كريم نيدفيد اللي يحق له ارتداء الشاره قبل علي معلول، ومع طبعا خروج كريم نيدفيد وارتداء علي معلول هتف الجمهور لاول مره بنشوف الاستاد بيهتف للاعب بيتقلد شاره الكابتن، وهو الحقيقه علي معلول يستاهل، وده رمز ونموذج كبير بيقدمه جمهور النادي الاهلي ان الاخلاص والاجتهاد والتضحيه والعطاء هيجدوا مكانهم في قلوب الجمهور، وهيجدوا كمان رد فعل كبير زي اللي حصل مع علي معلول، وعلي معلول يستاهل ان يكون كابتن. هي العلاقه انا كنت بتكلم عليها يا احمد في البدايه وتاكيدا على كلام بلال، انه علاقه دايما بين اللعيب وبين الجمهور، مش بس كوره يعني، مش بس فكره ارقام، ومش بس فكره. وعلي الحقيقه مميز في الحته دي بصراحه طبعًا. يعني انا كنت بقول عليه واحد من ان لم يكن افضلهم فهو واحد من افضل اللعيبه المحترفه اللي جت في تاريخ الكره المصريه مش بس الاهلي، لكن قصه العلاقه بين اللاعب والجمهور مش بس ارقام، في انتماء وتضحيات. بالظبط كده، يعني احساس الجمهور بانه اللاعب ده مخلص منتمي مرتبط بالمكان بشكل حقيقي، مش تمثيل، مش قدام الكاميرا وفي الغرف المغلقة حاجة تانية. صح. بي 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 ما فيهوش نقاش. العلاقة دي بين الطرفين مش ممكن أبدا تبقى مصطنعة، مش ممكن تبقى فيك، مش ممكن تبقى مزيفة. دي حقيقة أحمد، واتفق معاك جدا. علي معلول واحد من النجوم اللي صنع التاريخ كبير في النادي الأهلي، وعايز أقول لك بمناسبة علي معلول إن علي معلول فاضل له هدفين ويوصل لأعلى لاعب عمل مساهمات في تاريخ النادي الاهلي، هو كابتن مصطفى عبده ب 86 هدف، وعلي معلول 84 هدف عمل مشاركات للاهداف في تاريخ النادي الاهلي، فده رقم اعتقد ما اتحققش من فراغ. يعني قلت بمناسبه الارقام، فهو الارقام يعني ده نتيجه للاعب كبير جدا. النادي الاهلي من 8 سنين اتعاقد معاه، اعتقد عمل تاريخ كبير جدا جدا جدا، وعمل حاله ما بينه وبين الجمهور. دايما فكره شاره الكابتنه من فتره كبيره جدا تحس ان الجمهور مستنيها لعلي معلول، عايز يكافئه على المجهود الكبير وعلى أيوة التضحيات. يعني مش بس اللي في الاستاد، يعني انا واثق تماما انه جزء كبير جدا من اللي بيتفرجوا قدام مستني اللحظه دي من بدري، يعني بسط، يعني حاسس انه هو حدث فوز تكريم، كانها تكريم لمجهود يعني كبير. انا بسطت لعلي جدا، واللحظه دي بالنسبه لي كانه عارف انت بتفرح لما بيجي جون. انا فرحت لما شرط الكابتن اتنقلت لعلي معلول، حسيت انه علي وبعدين خد شرط الكابتن وراح لعب الركنيه عمل اسيست على طول، فانا حتى كافي على طول. يعني اول ما ارتدى شرط الكابتن عمل الاسيست. وفي لقطه كمان يعني من علي معلول لما جت ضربه الجزاء، هو يعني كان بيتكلم مع حديث ما بينه وما بين مارسيل كولر، وقال له طبعا هو المسدد الاول لركلات الجزاء هو علي معلول، فهو باين حاله الحب الكبيره جدا، طلب ان كهربا هو اللي سدد ركله الجزاء، فده يبين قيمه لاعب كبير وقائد. صفات القائد دي مش سهله، فعلي معلول من وقت ما هو موجود في النادي الاهلي وعنده شخصيه النادي الاهلي لايق على النادي الاهلي. السؤال هنا بقى باختصار شديد جدا، ليه الجمهور حب علي جدا؟ يعني ليه الحاله دي؟ يعني طبعا في نجوم كتير جم احترفوا في النادي الاهلي وما بننساهمش وارتبطنا بيهم، لكن بشوف انه علي ستيل لسه حاله خاصه، يعني ما ينفعش تقارنه باي حد تاني. ليه؟ لان في كل المواقف اللي اتحط فيها علي معلول كانت صعبه، هو اختار النادي الاهلي دايما ودايما موجود وبيحب النادي الاهلي في كل المواقف المهمه جدا اللي بتبين الحب اللي انت قلت عليه مش مصطنع، والحب اللي هو دايما تلاقيه يعني ممكن يبقى داخل اوضه اللبس وعلى قدام الجماهير وقدام السوشيال ميديا، لكن حب علي معلول النادي الاهلي واضح جدا، وانتمائه كبير، تحس ان هو احيانا كتير ناس تقول ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي حقيقي. يعني ده باين جدا في فرحته الكبيره جدا في البطولات، ودايما حزنه لما النادي الاهلي بيخسر، فتحس ان هو واحد من ابناء النادي الاهلي بالفعل. فدي من ضمن الحاجات اللي بشوفها مهمه جدا ان علي معلول قدر يزرعها داخل جمهور النادي الاهلي وداخل كل الاجهزه الفنيه اللي هو اتدرب معاها وداخل مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا انا بتهيألي انه برضو هي رساله الحقيقه اللي جاي في الاهلي، يعني سواء كان محترف من بره او سواء كان من ولاد النادي او حتى لاعب محترف من الدوري المصري،
ال ال يعني اكيد بما انك دخلت النادي الاهلي فاكيد هو بوابه للشهره وبوابه ل ل ل ل ل لتحقيق او كتابه تاريخ سواء مع المنتخب او مع ناديك، بوابه لتحقيق بطولات، لكن تظل فكره العلاقه بجمهور النادي الاهلي دي واحده من الحاجات اللي صعبه جدا تحقق. مش هبالغ لو قلت في اي نادي على يعني انديه قليله جدا اللي ممكن تلاقي العلاقه الكبيره جدا مع جماهيريه وشعبيه طاغيه كده زي النادي الاهلي يا بلال. يعني يمكن احمد دايما في حديثك حتى مع اللاعبين الكبار او اساطير النادي الاهلي دايما يتكلموا معاك عن اهم المكتسبات اللي خدوها من ارتباطهم وعلاقتهم بالنادي الاهلي، دايما هو حب الجمهور، ارتباط الجمهور بيهم حتى بعد سنوات الاعتزال لما بيشوفوهم في اي مكان، في الشارع، في المولات، في اي مكان، حفاوه الجمهور بلاعيبه النادي الاهلي اللي هي كان عندها ارتباط حقيقي مع النادي ومع الجمهور والاخلاص. حط لي بين قوسين كده يعني ارتباط حقيقي. يعني يا احمد زي ما قال احمد مصطفى يعني لما كل يعني موقف اتحطوا فيه كان ينفع يختاروا حد غير الاهلي اختاروا الاهلي بدون تفكير وبدون تردد، وده يمكن حصل مع لاعبين كثيرين جدا على مدار سنوات التاريخ. يمكن فاكرين كابتن الخطيب لما ذكر موضوع احتراف محمد ابو تريكه في وقت كان رفض الاحتراف في الخليج وقتها صعب جدا، ولكن ابو تريكه اختار النادي الاهلي وبقى في النادي الاهلي، لذلك هتلاقي ارتباط كبير مع جمهور النادي الاهلي. علي معلول وقت ما كان الاغراءات الماديه، وانت فاكر الحاله اللي حصلت، الخطيب نفسه على فكره جاله عرض احتراف في مونشن جلادباخ وحكم فترات بالظبط. عشان كده هتلاقي دايما الاساطير دايما مرتبطه بمواقف تاريخيه مع الجمهور. الجمهور يحب احمد اللاعب اللي يفضل ناديه، ممكن يكون اللاعب عنده حق مشروع بالمناسبه في الاحتراف مفهوم طبعا هو يغير الكارير مش ضد ده بالظبط، يعني ولكن انا كجمهور نادي اهلي انا اللي هحبه اكتر واللي هختار ان انا افضل على علاقه قويه بيه ادعمه وقت ما مستواي يقل وافضل دايما افتكره وافضل هو اللاعب اللي اختارني انا. ممكن اكون الدوري المصري مش اقوى من الدوريات الاوروبيه، ولكن هو اختار النادي الاهلي. فعلي معلول احد الاساطير اللي دايما بعد حتى ما يبطل هيتقال ان ده جيل علي معلول، فدي انا بشوفها اكبر تكريم للاعب مسيرته استحقت ان هي تكون عظيمه مع نادي عظيم. طبعا هو اختار النادي الاهلي والنادي الاهلي قدر كمان يطلع كل الحاجات او الصفات اللي تقدر تعبر عنها في الملعب. علي معلول عنده نفس صفات ونفس جينات اللاعب الاهلاوي اللي هو مخلص دايما للنادي، دايما في المباريات الكبيره دايما تلاقيه حاضر على مستوى الارقام، هيصل زي ما احمد كان بيتكلم ان هو هيبقى رقم واحد في تاريخ المساهمات، فكل دي حاجات مش سهله علشان الجمهور يقدر ينساها. صحيح يعني صحيح. وكان في مقوله احمد معلش كان في مقوله يعني دايما الجمهور اللي بيقولها اللي يحب الاهلي اللي يحب الاهلي نحبه. فهو علي معلول من حب النادي الاهلي لا ما هو اكيد يعني اكيد ما فيش حد بيلعب في النادي الاهلي ما بيحبوش، واكيد ما فيش حد لعب في النادي الاهلي حتى لو موسم واحد ما حسش انه دي ممكن تكون اهم تجربه في حياته واكتر تجربه ناجحه في حياته، لكن في النهايه تفضل علاقه مع الجمهور فيها متغيرات كتير. يعني مش ممكن تقارن يعني الجيل ده مثلا انا بشوف من اكتر الاجيال اللي اتظلمت في تاريخ النادي الاهلي. يعني الجيل ده واحد اتحرم من الجمهور في مدرجات، عمري ما شفت ماتش للاهلي مهما كان مع مين ما فيهوش جماهير ماليه في الدوري في الكاس مع فريق بينافس مع فريق دايما الجماهير كانت حاضره مع النادي الاهلي، ودايما الجماهير في ماتشات اتحسمت بالجمهور، يعني في بطولات الاهلي اللي جابها الجمهور اللي قعد في المدرجات مش اللعيبه اللي كانت موجوده في الملعب، فاللعيبه دي اتحرمت من ده، اللعيبه دي راحت لمستوى من المنافسه ما كانتش موجوده يعني ما كانش موجود قبل كده، تلاحم مواسم بيلعبوا تقريبا 3 4 مواسم بدون راحه سلبيه، بيلعبوا كم كبير جدا من الماتشات، عدد البطولات النهارده بتتكلم عن بطوله افريقيا شكلها وعدد ماتشاتها مختلف عن بطوله افريقيا وعدد ماتشاتها من 20 سنه. الدوري نفسه فرق الدوري كان 14 النهارده 18 فاللعيبه دي الحقيقه وقدرت مع كده انها تحقق انجازات استثنائيه طبعا. طيب عايز اسالكم على حاجتين، نمره واحد خلينا نبدا بنمره واحد، من وجهه نظرك ايه المطلوب من الاهلي او ايه اللي بيفكر مستر كولر انه يحققه في الجولتين بتوع الدوري المتبقيين؟ احنا عندنا الثلاث هنلعب الاتحاد، السبت هنلعب البلديه. السته بونت ما فهمش نقاش، يعني هو انا متخيل ان الراجل السته بونت دول مش محتاجين نتكلم فيها، لكن في اعتقادي ان هم جزء كمان من التحضير لمواجهه الترجي طبعا في نهائي الافريقي. ايه المطلوب من الاهلي انه يشتغل عليه او انت متوقع ان كولر يشتغل عليه في الماتشين دول يا احمد؟ المطلوب طبعا يا احمد ان هو يطمن على بعض اللاعبين المهمين جدا، من ضمنهم مروان عطيه اللي طبعا اخذ بعض الدقائق امبارح في مباراه امس امام الجونه، هيبدا يطمن عليه في مباراتين القادمين امام الاتحاد وامام البلديه، الاطمئنان اكتر على محمود متولي اللي عاد بعد 341 مباراه يوم
مشاركه مهمه جدا، احراز هدف، ثقه كبيره جدا، اعتقد الدفع بيه في المباراتين القادمين هيديله ثقه اكتر، هتحتاجه في بعض الاوقات، ان احنا كان عندنا بعض الهفوات الدفاعيه في المباريات اللي في الدوري. فاعتقد ان ازمه الدفاع هتتحل بعوده متولي، بعوده ياسر، بوجود رامي ربيعه. فاعتقد منظومه الدفاع تبقى مهمه جدا، لان مباريات النهائيات احيانا بتكسب ولا تلعب، فانت محتاج كل اللعيبه اللي تبقى عندها خبرات، زي ما انت اتكلمت طبعا في البدايه وقلت عن عمرو السوليه. عمرو السوليه واحد من اللاعبين الكبار المهمين جدا، وعنده امكانيات كبيره، ودائما حاضر في النهائيات، واللعيبه دي كلها اعتقد مهمه تواجدها في مباراه الترجي التونسي. في لعيبه ما بيبقاش في خلاف على امكانياتها وعلى مهارتها او على اهميتها، لكن في ماتشات تقيله وجودها مهم جدا. يعني لا، يعني اقصد اقول انه الماتشات دي بيبقى ليها رهبه، في لعيبه بتنزل الملعب رجلها مش شايلاها، رغم ان هم ككواليتي ما حدش يختلف عليهم، وفي لعيبه تانية بالنسبه لها المباراه دي زيها زي ماتشات كتيره جدا خالطها قبل كده، فالضغط العصبي او الضغط النفسي تقريبا مش موجود، وبالتالي بيتعاملوا مع المباراه بشكل افضل بكتير. طبعا اتفق معاك يا احمد، وكمان عايز اقول ان الروتيشن اللي بيعمله مع مارسيل كولر اعتقد مهم جدا، ومساعد النادي الاهلي في ان هو كل مباراه انت ما عندكش مشكله، بتلعب مره بيرستاو، بتلعب مره رضا سليم، بتلعب كهربا، بتلعب اسامه ابو علي، عمرو السوليه بيلعب نيدفيد، بيلعب امام، وطبعا عوده امام مهمه جدا 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 جدا. امام قدر يحقق يعمل مباراه كبيره ويحرز هدف في مباراه الاسماعيلي، ويحرز هدف ثاني في مباراه الجونه. امام حل كبير جدا للنادي الاهلي. احنا نفتقد في مصر اللاعب دائما اللي بيسدد من خارج ال 18، فامام امبارح في مباراه الجونه بيدينا حل امام فريق، يعني اعتقد الترجي التونسي من ضمن الفرق لما تيجي تلعبهم على ملعبك هيبقى في تكتل دفاعي. فامام حل مهم جدا، ان هو بيقدر يحل التكتلات بمهارته الكبيره جدا في التصويب، اللي دائما تصويباته كلها بتبقى متقنه. فامام عودته مهمه جدا، عوده مروان عبد القادر نتمنى ان هو يتواجد، واحد من اللعيبه النادي الاهلي اعتقد يعني استفاد من امكانياتهم في مباراه مازيمبي، واعتقد كان مهم جدا في مباراه الذهاب ومباراه العوده، وعودته كانت مهمه جدا للنادي الاهلي. طيب قبل ما اروح لبلال في النقطه اللي انت مستنيها من الاهلي في الماتشين اللي جايين، او الاهداف اللي انت مستنيها، 6 بونت ما فيش عليهم خلاف، مستني ترجع عناصر كانت بعيده، مستني تجرب طريقه لعب، مستني تعمل روتيشن، يعني انت شايف انه الاهلي محتاج ايه؟ بس عايز اسالك دلوقتي عشان هم بلغوني، الترجي كان بيلعب مع الملعب التونسي في ماتش في الدوري، المباراه دي انتهت 2-0 صراحه الملعب التونسي، الترجي اتغلب 2-0، والماتش اللي قبل ملعب التونسي كان الترجي بيلعب مع الصفاقسي اتعادل 0-0. هل النتائج دي تعكس المستوى الحقيقي للترجي، ولا ممكن تقول انه تركيز اللعيبه والجهاز الفني اكتر بقى في بطوله افريقيا، فبالتالي مش ده المستوى اللي هيلعب بيه الترجي قدام النادي الاهلي؟ لا يعني طبعا اكيد ما احنا مش هننخدع بنتائج الترجي محليا، والا كان الترجي لو هو على المستوى القاري ضعيف زي ما بيحقق نتائج سلبيه محليا كان خرج بسهوله امام صن داونز، الكل توقع صعوده وتجاوز عقبه الترجي بمنتهى السهوله. بس انا برضو كجهاز فني ما اقدرش اقول ان بيبقى عندي ماتشات رسميه قبل وانا رايح نهائي افريقيا، على الاقل معنويا فكره ان انا اخسر واتعادل، ان انا ما سجلتش في ماتش قدام فرقه من يعني ان كان برضو ملعب التونسي مع كامل الاحترام والتقدير مش من كبار الكره في تونس، يعني هو ممكن يكون عنده تعصب. بص احنا خلينا نقول هو ممكن التعامل هناك، ويمكن احنا اتكلمنا هنا لو تفتكر بعد مباراه الزمالك قلنا ان لازم التعامل مع مباريات الدوري يكون مختلف. ممكن يكون هو هناك في بيلعب الترجي بيلعب يعني هو ممكن يكون ما عندوش الوفره الكبيره في اللاعبين، فمضطر يريح عناصر هو شايف انه ما ينفعش يدخل فاينل افريقيا من غيرها، فده بينعكس على اداء الفريق محليا. ممكن يكون هو بالنسبه له التارجت، وده شفناه مع كلوب بالمناسبه في ليفربول، لما شفنا بيريح اللعيبه في اليوروبا ليج علشان يلعب على، بتحصل من مدربين كتير ان هو بيتارجت بطوله معينه عايز يشتغل عليها ويركز عليها، مش عايز يشتت او يشتت ذهن اللعيبه ما بين اكتر من بطوله علشان ما يخسرش الكل في الاخر. دي حاله مختلفه. ده معناه انك ما تذاكرش الترجي في الدوري، تذاكر الترجي في سان داونز مثلا؟ اكيد هتشوف هنا وهتشوف هنا. انا فاهم طبعا بالظبط، ولكن انا اعتقد ان الحسابات كلها هتتبني على لقائي سان داونز تحديدا، ذهاب واياب اللقاءين دول. اعتقد ان احنا او التعامل اللي حصل من الترجي سواء في المباراه الاولى او المباراه الثانيه هيكون شبيه بالتعامل اللي هيعمله او الطريقه اللي هيلعب بيها امام النادي الاهلي، لان النادي الاهلي خلينا نقول ان الاهلي وسان داونز اكتر فريقين على مستوى القاره بيلعبوا كره قدم متطوره على مستوى التكتيك وعلى المستوى الخططي، التزام اللاعبين على مستوى الاسماء ومستوى النجوم. خلينا نقول ان الاهلي وسان داونز
هم تقريبا الكل كان منتظرهم في نهائي الشامبيونز ليج الافريقي يعني. فالترجي اقصى صن داونز اللي هو مشابه للنادي الاهلي، اعتقد الترجي هيتعامل مع الاهلي نفس التعامل مع صن داونز، فالنادي الاهلي هيذاكر كويس قوي الترجي من خلال المشوار المحلي، ولكن التركيز الاكبر هيبقى على المباريات الافريقيه. اللي احنا منتظرينه من النادي الاهلي في مباراتي الاتحاد والجونه انا او البلديه، انا بشوف ان النادي الاهلي لازم يدخل مباراه الاتحاد بنفس السيناريو اللي دخل بيه مباراتي الاسماعيلي والجونه، والجونه يقدر يحقق من خلالها 3 نقاط. اعتقد ان هي هتكون صعبه جدا، لان الاتحاد عنده ثاني هداف الدوري هو مبلولو، عنده بعض العناصر المميزه في تشكيل الاتحاد زي عبد الغني محمد، عندهم كريم الديب في الظهير الايسر، ويمكن الاثنين واحمد عادل ميسي كان سجلوا هدف شبيه لهدف وسام ابو علي اللي سجله في مازيمبي، احمد عادل ميسي سجل هدف من صناعه كريم الديب، فعندهم جمل وعندهم مدير فني كمان متمرس. مفيش حد سجل هدف زي هدف وسام ابو علي في مازيمبي غير رونالدو في تركيا. لا بس انا عايز اقول لك على حاجه، انت لما شفت الجون لما تشوف هدف بتاع رونالدو ما ينفعش يبقى انت الظاهره وتقول مش رونالدو تركيا. شفته طبعا. لا بس عايز اقول لك على حاجه، ريفالدو مش شمال ورونالدو. لا عايز اقول لك على حاجه، لما تشوف هدف الاتحاد السكندري هتلاقيه كوبي بيست من هدف الاتحاد قريب شويه يعني بس الفينش بتاع احمد عادل ميسي شبه فينش. فانا اقصد اقول لك ان الاتحاد السكندري عنده لعيبه مميزه بيقدر يشتغل، عنده طارق العشري طبعا واحد من المتمرسين في الدوري المصري، فاعتقد ان هو هيتعب النادي الاهلي. بعتقد ان احنا ندخل مباراه الاتحاد زي ما احنا بندخل بالفول تيم، ولكن لازم نيجي عند محطه البلديه نريح 5 أو 6 عناصر اللي انا زي ما قلت لك من شويه ما ينفعش اروح لفاينل افريقيا من غيرهم، لان مباراه البلديه بالحسابات وبالمنطق اعتقد ان هي سهل تكسبها باي 11 لاعب من السكواد اللي موجود. خدوا بالكم برضو من نقطه، يعني دايما بص على طبعا فريق الاتحاد في جميع الظروف فرقه ليها احترامها وليها وزنها، فرقه بالتاكيد عندها عناصر كويسه جدا، وطول عمر الاتحاد الحقيقه يعني فرقه من كبار القوم زي ما بيقول. لكن الماتش الاهلي تحديدا ماتش الثلاث ده الدوافع عند الاسكندرانيه كبيره جدا. ليه؟ الاتحاد من المباراه دي محتاج نقطه، النقطه دي تخليه يلعب افريقيا لانه يفنش ماتشات الدور الاول بتاعته، هي دي المباراه الوحيده اللي لينا من مؤجلات الدور الاول بالنسبه له هو. بالنسبه للاتحاد لو خد منها بوينت يعني نقطه، مش عارف بونت دي مصممين احنا على بونت دي 3 بونت 3 بونت 2 بونت هي بوينت يا نقطه مفيش بونت، لو خد منها نقطه يلعب افريقيا السيزون الجاي، فبالنسبه له مباراه في منتهى الاهميه رقميا وحسابيا. لو تعادل مع الاهلي يضمن مشاركه في افريقيا، وده واحد من الدوافع اللي شويه صعب على مارسيل كولر وعلى فريق النادي الاهلي. وبعد فوز الاتحاد على البلديه كمان قدر يعني دخل في الجدول مكان امبي وبقى عنده فرصه كبيره للمشاركه أفريقية. بناء على حسبه اختيار الانديه بنتائج الدور الاول اللي لازم يبقى لنا واقفه معاه، لسه مش عارفين طبعا. طيب هل نقدر نقول النهارده انه انا طبعا فكره الروتيشن دي بالنسبه للجمهور وبالنسبه للجهاز الفني شيء لطيف جدا، يعني فكره انك انت النهارده لما تقول لي ربيع غاب فمتولي موجود، فمنعم غاب فياسر موجود، ما بقاش قلقان، هاني مش موجود مع عمر زي الفل، في النص حدث ولا حرج، اعتقد انه يعني حط اي اسماء رص زي ما انت عايز مفيش مشكله، خط الهجوم برضو عندك خط الامامي النهارده فيه عناصر كثيره جدا على المستوى ده شيء لطيف. لكن في اوقات بحس انه مقصر شويه على التفاهم والانسجام في اللعيبه، يعني اوقات كتير جدا بلاقي باصات لو احنا فاهمين بعض الباصات دي توصل وتعمل خطوره، لكن بحس انه اللعيبه كانهم بيتكلموا لغه مختلفه، فكره انه اللعيب بيلعب جنب منه او حوالين منه 3 4 لعيبه ما لعبوش معاه كتير، دي شويه بالنسبه للعيبه وبالنسبه للجهاز الفني برده شويه يعني مقلقه. تراهن على فكره الروتيشن في اللي جاي، تثبت تشكيل، تثبت عناصر انت النهارده اخترتها او حاسس انه في مركز 2 3 4 5 هم دول هلعب بيهم ترجي، ولا هتفضل مكمل في موضوع الروتيشن؟ هسمع احمد. بص احمد، يعني الموضوع ده مهم جدا، وعايز اقول لك فكره ليه فكره مارسيل كولر دايما بيغير بعض اللاعبين في بعض المراكز بغض النظر عن الروتيشن. مارسيل كولر من افضل المدربين اللي بيذاكروا الخصم كويس جدا 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 جدا، وجبنا مباريات كتيره جدا زي سيمبا وزي مباراه مازيمبي، مباريات كتيره جدا هتلاقيه دايما في كل مباراه بيلعب عناصر معينه انت ممكن تبقى شايف ان هي يعني بتقول ازاي غير ليه؟ لان هو بيشوف المباراه عايزه مين، واختيار العناصر مهم جدا
وطريقه اللعب وبناء على الخصم. ودي اعتقد الكره الحديثه بقت كده، ان انت لازم بتذاكر المنافس كويس جدا وبناء عليه بتحط العناصر اللي تناسب طريقه اللعب بتاعك وتقدر تنفذ لك الفكر اللي هيقدر تكسب بيه المباراه. تمام. فده مهم جدا جدا جدا. مارسيل كولر ناجح فيه كويس جدا مع الجهاز الفني. يعني ممكن افهم من كلامك انك ممكن ما تلعبش الاجهز او الافضل، تلعب الانسب. الانسب ده مارسيل كولر بيعمله في اغلب المباريات. اغلب المباريات هو دائما بيلعب الانسب للمباراه دي دائما. فاكر في بعض المباريات يعني بالخاص مباراه سيمبا، كنا هنا بنتكلم قبلها وقلنا المباراه دي احنا مع بعض قلنا مباراه رضا سليم. لما اتفرجنا على المباراه هو بدا برضا سليم فعلا ونجح رضا سليم ان هو يعمل خطوره ويجيب هدف. فهو دائما بيذاكر، مع ان مين كان دائما بيلعب اساسي في الفتره دي؟ حسين الشحات. فمش معنى كده ان حسين مش الافضل او رضا سليم الافضل، لا، هو الانسب للمباراه دي هو رضا سليم. هو دايما بيشوف المباراه، بيشوف المنافسين زي ما انت اتكلمت عن الترجي التونسي، هو هيذاكر الترجي كويس جدا، هيذاكر الاتحاد السكندري، كل مباراه هو بيختار عناصرها. مش معنى كده ان اللاعب اللي بيلعب المباراه دي خارج حساباته او لا، هو شايف ان عنده ترتيب 1 2 3، لكن مين بقى بالنسبه له المباراه دي؟ كهربا في بعض المباريات لما طلع اتكلم وقال كهربا بالنسبه لي ترتيبه الثالث. جه في المباراه اللي بعدها ساعتها كهربا هو بدا المباراه، لان هو شايف ان كهربا هو الانسب للمباراه دي. فدي من ضمن مميزات مارسيل كولر انا بشوفها فنيا، ان مذاكره الخصم والمنافس مهمه جدا، واختار العناصر عشان تنجح الطريقه. انت ممكن تلعب الافضل لكن هو مش مناسب للمباراه دي، مباراه مثلا محتاجه تكتلات، فيها فريق بيعمل تكتلات زي مثلا الاتحاد السكندري، هيلعب عشان ياخد بونت منك. فطبيعي جدا تلعب لعيبه عندها حلول، ممكن تلعب اثنين مهاجمين، ممكن تغير طريقه اللعب. فهو بيذاكر المنافس كويس جدا، فده بترتب على المنافس، ما بترتبش على اللعيبه اللي عندك. اللعيبه اللي عندك انت، الاهلي عنده ميزه مهمه جدا مع مارسيل كولر بقالها موسمين. ايه هي؟ انت عندك تنوع كبير جدا في اللاعبين، حسين الشحات غير رضا سليم غير عبد القادر غير بيرستا، كلهم مختلفين عن بعض. حتى نفس الكلام في خط الوسط، هتلاقي الكواليتي بتاع كل لاعب مختلف، امام غير السوليه غير قفشه غير مروان عطيه. دي حاجات مساعده كولر في ان هو يختار اللعيبه المناسبه لكل مباراه. فدي اعتقد هو دي الملخص في حته في ال 180 دقيقه دول. يعني طبعا اذا كنا نمشي مع مدرسه احمد في فكره انك لما تيجي تلعب هتختار العناصر الانسب لمواجهه الخصم، هل شايف انه في لعيبه تالقت وظهرت وصلت لتوب فورم؟ يعني النهارده تقدر تقول انه اللعيبه بالذات اللي راجعه من بعيد، اللعيبه اللي رجلها في الملعب ما اعتقدش انه في حد، ممكن تبقى هفوه ممكن تبقى غلطه، لكن ما تقدرش تقول انه اللعيبه اللي ثابته في مراكزها في تذبذب في مستواها واهتزاز في مستواها، لكن اللعيبه اللي جايه من بعيد هل شايف انه في اسماء محتاجه تاخد ال 180 دقيقه دول عشان تقدر تجهزها انها تكون مفتاح ورقه مهمه معاك في فاينل افريقيا؟ في لعيبه لسه محتاجه تحط رجلها في الملعب اكتر؟ يعني انا بشوف ان ممكن نبني على الحاله الكبيره اللي كان عليها محمود متولي في مباراه الامس، ومحمود متولي على الاقل ياخد مباراه الاتحاد السكندري، ممكن اريحه في مباراه البلديه علشان ما يضغطش في الماتشات. انت عارف محمود لسه راجع من اصابه طويله شويه. ولكن اكمل على الحاله الكبيره اللي كان عليها واديله الثقه في مباراه الاتحاد. شايف عمر كمال عبد الواحد لازم ياخد في مباراه الاتحاد، عامل جبهه مميزه مع بيرسيتاو وعنده تميز كبير في عمليه الارتداد والسرعات. امبارح شفنا غطى في اكتر من كره بالسرعه، لاعب مميز عمر. يعني ده عمر مش تاو. لا تاو، احنا يعني تاو محتاج يعني يبقى بيرسيتاو اللي احنا عارفينه شويه، يمكن يظهر في المباراتين المتبقيين. اعتقد ان الراجل بيثق فيه جدا وهو احد اهم المفاتيح. بيرسيتاو ممكن يختفي وقت كبير في المباراه ويظهر في بيرسيتاو بالحاله اللي انت شفته عليها في ماتش الاسماعيلي. محدش يختلف عن بيرسيتاو مهم فعال عنده حلول، لكن بيرسيتاو في ماتش مثلا على تقييمك لمش مستوى بيرسيتاو عموما، تقييمك لمستوى بيرسيتاو في الماتش على الاقل ماتش الجونه امبارح، بيرسيتاو يبدا ولا بيرسيتاو من الافضل في الحاله اللي هو فيها انه يبقى ورقه على الدكه جنبك تستخدمها في الوقت المناسب؟ بص يا احمد، انا عندي قناعه غريبه ببيرسيتاو. انا بعامل بيرسيتاو انا كبلال فينيسيوس جونيور، ان انا بلعب انا بعامل بيرسيتاو على انه زي محمد صلاح، زي اللعيبه الكبار اللي هم حتى في أسوأ مستوياتهم وجودهم في الملعب مهم جدا ولا غنى عنهم. طب مكلوب قعد محمد صلاح على فكره مع حصلت خناقه، فاحنا مش عايزين استقرار. يعني بيرسيتاو انا بشوف ان هو لاعب لا غنى عنه، لاعب كبير جدا. المنافسين بالمناسبه، وده كلام اللعيبه حتى بينهم من بعض، المنافسين في الانديه الثانيه اكيد بيعملوا له 1000 حساب. ايوه 1000 حساب، دي حقيقه. خد بالك في اوقات ممكن جدا لما تنزل لعيب زي بيرسيتاو بامكانياته وقدراته اللي احنا مش مختلفين عليها متفقين عليها، والفريق الثاني مخزونه البدني اقل شويه،
يبقى انتاجه وفعاليته بالنسبه لك افضل بكتير. بالظبط. ممكن يعني فكره انه لعيب يقعد على الدكه، اصل في ناس دايما تقول لك ايه انه اللعيب اللي قاعد على الدكه اهميته في الماتش ده اقل من اللعيب اللي بادئ اساسي. لا طبعا. لا لا لا، هو انت حتى في الكره الحديثه صح ولا انت على الدكه، انت وانت على الدكه اصلا لازم تبقى عايش احداث المباراه علشان أي. تبقى وقت ما يحتاجك المدير الفني انا لازم ابقى شايف الملعب وشايف اللعيبه وشايف تدخل التحركات، ما تاخدش وقت في ان انت أي. ان انت لسه هتدخل في اجواء المباراه. لا، انت بتنزل من بره. ومش عايز اضايقك، بيلينجهام امبارح نزل من على الدكه قص الشراب الاول. انت عارف هو بيقص الشراب الاول، قص الشراب ونزل اتعمل. انا ما شفتش الريال. انا بقالي 270 دقيقه، لا دول التانيين كانوا 120 120 و90 210 دقيقه ما شفتش ريال مدريد بصراحه. انتوا ما جيتوش. خلي بالك، انت ما باركتلناش قبل الحلقه باللقب 36، لقب الليجا الاسبانيه. انتوا الليجا ولا انت كنت مشغول فيها؟ يعني الليجا ده طبيعي ومنطقي. انا بتكلم على تشامبيونز ليج. انتوا البايرن والسيتي بصراحه، يعني انشيلوتي بصراحه مدرب كبير. يبقى اتفقت معايا كده، اتفقت معايا انا. لا مش مدرب كبير، لا خد بالك. بص، مدرسه ماتش 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 الاتحاد، ماتش الاتحاد وماتش البرنابيو قبله، انت هتاخدنا تشامبيونز ليج اصلك اوروبا. ماتش الاتحاد وماتش تشامبيونز ليج هما بالنسبه لي انا لو بشجع ريال وصمه عار في تاريخ ريال مدريد. يعني انتوا لولا ان التوفيق بس كان حالفكم ما كنتوش يعني الطبيعي انكم دي مش كور، يعني دي واقعيه. هنتكلم واقعية نبدا الكلام. طيب الواقعيه دي هناك في المسرح. لا واقع لا دي المتعه. خلي بالك، المتعه في السيرك، المتعه في السيرك وفي المسرح، انما الواقعيه. لا انا مع كارلو انشيلوتي انا بالنسبه لي الكوره دايما هدفها المتعه. اذا كنت انا هكسب كل البطولات بالمستوى اللي انا بلعب بيه او بالطريقه اللي انا بلعب بيها وانا عندي فرقه زي فرقه الريال بنقص الفرجه على الكوره. يعني مش عايز اتفرج على الكوره. بس في حاجه مهمه جدا، هل دلوقتي مين اكتر فريق بيعمل استحواذ في العالم؟ سيتي. صح كده. فانا القرعه والقدر وقعت. طب ما انتوا قدام البايرن عانيتوا برضو. ليه بقى؟ لان هي برضو يعني انتوا يعني البايرن لولا سوء التوفيق اللي حلف بايرن ميونخ الماتش الاولاني يطلع 3-4-1 بمنتهى السهوله. جميل. واول ربع ساعه كمان كانوا ضاغطين، لكن هم اصلا الريال او انشيلوتي بالاخص بيعتمد ان هو بيسيب لك الكوره. لكن الريال طول ما هو ما معهوش الكوره هو اخطر فريق في العالم. ريال مدريد اخطر فريق في العالم طول ما معهوش الكوره. السيتي وهو معاه الكوره اخطر فريق في العالم. لكن ميزه الريال وده عملها امام السيتي. منك لله دي بروينا. منك لله. عارف فرصه جمال عبد الحميد في كاس العالم اللي الناس ما بتنساش، او فرصه دي بروينا دي برضو مع الاعتذار لكابتن جمال يعني على سبيل المداعبه، لكن الجمهور المصري مش ناسي الكوره دي لغايه دلوقتي. لا ده في كور كتير في كاس العالم، كوره محمد عمار وكوره طارق السعيد وكورتنا كابتن مجدي طلبه ومحمد بركات في الجزائر. احنا حظنا على الكور دي ما بتتنسيش. انشيلوتي هو يعني من المدربين اللي بيعرف يتعامل جدا مع 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 الانديه الاوروبيه، مع السيتي، ومع السيتي قوي جدا والبايرن قوي، لكن هو بيعرف يتعامل معاهم. الموضوع مش موضوع حظ. انا اختلف معاك في حته الحظ. قمه الدراما، قمه يعني الدراما. طبعا ليفربول سجل الهدف الثاني، اندي روبرتسون سجل الهدف الثاني لليفربول كده نتيجه 2-0. بس هي قمه الدراما. استفاقه متاخره. انه استفاقه متاخره ما كانت متوقعه. يعني مش ما حدش يعني ما حدش كان يعني مراهن قوي على ليفربول، ولا كنت مراهن بجد من قلبك؟ انا كنت مراهن لحد ما يعني لحد ارسنال وسيتي. انا قايل لك ارسنال وسيتي صحيح، والسيتي طبعا يعني. بس بالعكس عايز اقول لك على حاجه، هو ليفربول كان الاول. بس يعني هو ليفربول لحد وقت قريب كان الاول قبل ما كلوب يتدخل بموضوع النسخه القويه. مش النسخه اللي تراهن عليها يعني. مش النسخه هتعافر، نسخه بتحاول، لكن مش النسخه. خلي بالك برضه هو عندهم مشكله حصلت بسرعه كده ليفربول. سابوسلاي وماكاليستر الاثنين مستواهم الاثنين تراجع في وقت مهم جدا من السيزون، نفس اللي حصل مع ارسنال لو تفتكر مارتينيلي وساكا الموسم الماضي. الفرقه اللي بتنافس ما تعرفش على لاعب ولا لاعبين. يعني خلينا نتفق انه في اول السيزون انا حطيت ايدي على قلبي انه دي بروين بره السكواد. يعني هنعمل ايه السنه دي من دي بروين؟ الفرقه ماشيه زي الراجل جاب الباريز. انا بقول لك طريقه اللعب يعني اغير وهو الحقيقه يعني هو بتاع كره جماعيه. يعني جوارديولا بتاع كره جماعيه. انتوا مثلا اي مثلاً حد في لو شلت من عندكم فينيسيوس جونيور مثلا يعني وتوني كروس ده من نص الملعب وده من بيلينجهام او بيلينجهام مثلا، لو شلت الاثنين دول من الفرقه مش وقعت في الارض.
لا ده تقول لي ليجا بقى ولا تقول لي تشامبيونز ليج. احنا خدنا ثلاث ضربات في اول سيزون ما يستحملهمش اي حد. الابا تيبو كورتوا الابا مش الابا صليبي ما حصلتش في الدنيا ولعبنا يعني ناتشو ممكن وناتشو مسك هالاند ممكن اتفق معاك في كورتوا ممكن اتفق معاك في كورتوا انه لعيب مؤثر رجع بالمناسبه امبارح وعمل مباراه كبيره على فكره لون مش حارس وحش ابدا خالص شوف حارس مميز جدا وهو اللي وصلك مين يلعب فاينل هو اللي وصلك مين يلعب بايرن لونين طبعا لونين طبعا لونين مش بس العدل يعني صعب قوي انك تجيب حد من بعيد كده كورتوا بالنسبه لي نمره واحد في العالم او هو تتتت مع نوير بصراحه من حيث الكواليتي لكن لونين طبعا بس نوير يعني تتوقع بكره باين هيعملها هيعملها لا مش بكره بقى عشان حد بعد يوم الاربعاء بعد بكره لا احنا الثلاث احنا لعبنا ثلاث انتوا هتلعبوا اربعه نلعب اربعه الثلاث بي اس جي وبروسيا دورتموند الأربعة ريال مدريد و... لكن يعني أنا كنت بقول يعني قمة الدراما تتوقع لوني مش أنا بقول قمة الدراما إيه قمة الدراما ريال مدريد يكسب بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند يكسب بي أس جي ويتقابل الريال في بروسيا دورتموند في الفاينل ويكسبه في ويمبلي وبروسيا دورتموند يكسب تشامبيونز ليج او يبقى نهائي او يبقى نهائي الماني خالص بقى يعني يبقى نهائي الماني خالص بايرن تخيل بقى ان بايرن ليفركوزن يبقى بيتفرج وهو متوج بالوندز ليجا على بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بيلعبوا فاينل تشامبيونز ليج لا وهناك تشابي الونسو عامل نتيجه في كسب روما في ايطاليا مباراه كانت كبيره جدا عمل مباراه ملحميه تشابي الونسو ماشي كويس هو مقدم موسم تاريخي ملحمي يعني هي الانديه الالمانيه عامه يعني بروسيا وبايرن في سيمي فاينال دوري ابطال هناك باير ليفركوزن خلاص برضو على بعد خطوات من فاينال يوروبا ليج 2-2 في أليانز ارينا تخدم مين اكتر تخدم الريال ولا تخدم بايرن ميونخ لا احنا خلينا متفقين ان كده بعد استبعاد الهدف خلاص هو تعادل اعتقد ان طبعا افضليه احنا مثلا رحنا انتوا جيتوا 3-3 يعني انتوا جيتوا 3-3 عانيتوا الامرين في سجلنا مبكرا بس الاول سجلنا مبكرا سهل علينا اللقاء احنا اتفقنا على كده ريال مدريد اعتقد انه عمل حاجتين صعبين جدا في مباراه البايرن قدر يفتتح التسجيل وقدر يبقى عنده رده فعل بعد ما اتاخر في النتيجه ودي شخصيه البطل اللي الناس بتفتكر بالمناسبه ان كلمه شخصيه البطل دي احنا بنبيع وهم للناس لا هي دي شخصيه البطل انت بتسجل على بايرن في ملعبه انت اللي بتفتتح التسجيل وبعد ما بتتاخر في النتيجه بتقدر تعدل وما تخرجش خسران هو ده سر تفوق ريال مدريد فاعتقد ان ريال مدريد عنده افضليه كبيره بسبب طبعا الملعب والجمهور والدوافع الكبيره لان ريال مدريد لما بيوصل للمباريات دي خلاص هو شايف اللقب قدام عينيه مش هيقدر يفرط فيه يعني طيب قبل ما اجي معاكم للناحيه الثانيه بس انا عايز اسالكم احنا شفنا مواجهات الكبار في اوروبا يعني شفنا السيتي في مواجهه الريال شفنا الريال في مواجهه البايرن والحقيقه احنا بنتكلم على ثلاثه من اكبر فرق في اوروبا في الوقت الحالي ايه اهم الدروس المستفاده اللي ممكن تفيدنا احنا واحنا بنحضر لنهايه تشامبيونز ليج افريقيا يعني شفت ايه في سيناريوهات الماتشات حاجات لازم احنا ناخد بالنا يعني. منها او نحط لها وزن ونذاكرها كويس قوي وانت بتشوف الماتشين ثلاثه لغايه دلوقتي بشوف طبعا ان شخصيه البطل كانت غالبه جدا في الثلاث مباريات دي من اهمها يعني وده بينت ان الفرق بين الثلاثي بين ريال مدريد والبايرن والسيتي برغم من قوه الثلاثه لكن شخصيه البطل في ان انت ممكن تتعرض لمواقف في النهائي طبعا دوري ابطال افريقيا ممكن ترجي او يبقى هو متقدم عليك بهدف لا تقدر تعود ودي اعتقد تبين ان الفريق القوي والفريق اللي عنده شخصيه البطل ودائما بيبقى مميز في حته ان هو بيقدر النادي الاهلي عنده الميزه دي الاهلي عنده شخصيه البطل دي مهمه جدا فيها ومميز فيها جدا فدي بشوف ان من ضمن الحاجات المميزه ظهرت في من اول مباراه السيتي وبعدها مباراه البايرن كمان بشوف ان في لعبه مدربين يعني كان في شغل مدربين قوي في الكواليس وباين جدا ان في مناورات كبيره جدا من المدربين في المباريات دي اعتقد كانت مهمه جدا يعني بالنسبه لي شفت انا يعني لو تسمحوا لي برضو اسمع تعليقكم انا شفت ان اهم درس بتعلم منك حبيبي الحقيقه انا شفت واحد من اهم الدروس بالذات في الادوار اللي بتوصل فيها لمقابله تصادم الديناصورات ده انه ان تسجل اولا طبعا فكره انك انت تكون صاحب المبادره وبالذات معانا احنا في الاهلي يعني بحس ان قوي شخصيه النادي الاهلي لما بتستقبل بيبقى فيه شويه ارتباك بيبقى فيه شويه لخبطه بيبقى فيه شويه تسرع بيبقى فيه شويه اخطاء ملهاش لازمه بتزود من حجم الضغوط والتوتر بنقدر نرجع بس دايما بيبقى بعد معاناه لكن الاهلي لما بيسجل اولا بيكون صاحب المبادره بيبقى السيناريو شيق جدا صح. ممتع جدا بيبقى غالبا الاهلي هو اللي معاه مفاتيح الكنترول بتاعه الماتش الايقاع السيطره
كل حاجه بقى مرتبطه بال90 دقيقه بتبقى كلها مفاتيحها في ايد النادي الاهلي. بس خلينا نقول برضو ان النادي الاهلي بيجيد التعامل مع كل السيناريوهات تقريبا. يعني احنا في الصفاقسي في 2006 كنا متاخرين في النتيجه بحسبه الهدف خارج الارض، ومع ذلك قدرنا يكون لينا احنا الغالبيه هناك. فالوداد السيزون بقولك بتقدر ترجع. انا اقصد بتقدر النادي، بس السيناريو بيبقى اصعب او الاريح ان انت تسجل في الاول. ولكن خلينا برضو ناكد على ان النادي الاهلي مهما كان، هو النادي الاهلي بيجيد التعامل مع اي سيناريو بالمناسبه. متفقين. احنا شفنا في مباراه الوداد السيزون اللي فات والشماريخ واجواء والدخان وفي وسط كل الهدف سجلنا هدف وكنا نقدر على فكره بالمناسبه مع فرصه عبد القادر وفرصه محمد شريف ان انت نرجع بفوز، تخرج بفوز. فالنادي الاهلي بيجيد التعامل مع كل السيناريوهات. النادي الاهلي زي ما اتكلمنا عن ريال مدريد ان عنده شخصيه البطل، في افريقيا النادي الاهلي هو النادي تقريبا الوحيد اللي عنده شخصيه البطل، والارقام بتقول طبعًا. يعني الارقام بتقول ان وبالذات في مواجهه الترجي. يعني انت لما تتكلم على اخر نتائج الاهلي والترجي افريقيا هتلاقي انه الاهلي متفوق على الترجي ذهابا وعوده في نسختين من دوري الابطال، مره مع موسيماني ومره مع مارسيل كولر. ولكن ده ما بيقولش اي حاجه في انا عارف طبعا. انا اقصد ان احنا لكن لا ما بيقولش حاجه في المباراه بالنسبه لنا. لكن هم بالنسبه لهم حساباتهم انه لا الدنيا صعبه الدنيا. بس عايز اقول لك على حاجه بمفهوم يعني المخالفه، هم ممكن الخساره دي بالنسبه لهم تكون دافع كبير ان هم ما يكرروش الخساره ويردوا الاعتبار. فخلينا نقول مش بنتكلم عن اكيد الاطار الفني او الاعلامي، ولكن خلينا نقول عند الجمهور الثقه الكبيره في الفوز غير مطلوبه في الوقت الحالي. مطلوب ان احنا نحترم لا فريق الترجي. اكيد طبعا نحترم فريق الترجي. احنا اي فريق وصل فاينل يعني انتوا هتبقوا معايا الاسبوع الجاي ان شاء الله. والاسبوع كله احنا بعد ما نخلص ماتش ان شاء الله باذن الله البلديه، لا احنا هنفوكس على الترجي بشكل كبير جدا وهنحاول كده. انا ما شفتش الترجي السنه دي كتير، شفته يمكن في اخر حاجه سان داونز. اتفاجئت ان هو اتفاجئت مش بمباراه الذهاب، اتفاجئت بمباراه العوده اكتر. مزبوط. يعني مباراه العوده فاجئني اكتر. عمل تنظيم دفاع كويس جدا. جدا فرقه منظمه جدا. كنت متوقع الحقيقه زي ما كتير من الناس متوقعه انه سان داونز هو الاقرب، ومباراتين النهائي وبالذات انا كمان شفت سان داونز في ماتش الذهاب. يعني سان داونز في الذهاب الحقيقه كان قريب جدا من يحقق فوز مش يتعادل. بس انا مختلف الغرور. احمد في حاجه ان انا مش شايف سان داونز النسخه الحاليه هو سان داونز اللي بصرف النظر بصرف لا انا اقصد اقول لك اتكلم على مجريات المباراه. لا يا بتكلم يعني ان حتى سان داونز في المجموعه اتعادل مع بيراميدز في جنوب افريقيا، خسر من مازيمبي. حتى في مباريات كان هيخرج او بالمناسبه خرج بكره الهدف اللي ما اتحسبتش، وعانى كتير جدا امام يانج افريكانز. فسان داونز البطوله دي مش هي الافضل بالنسبه له. فالترجي عرف يتعامل معاه كويس قوي، عرف يستغل المباريات اللي تعثر فيها سان داونز ويقصيه. فانا شخصيا عامل حساب مباراتي ترجي، واضيف على دول على كل كلماته بيجال كاردوزو. مدرب كبير وكبير جدا هنتكلم عليه. يعني انتوا الحلقه الجايه بتاعتنا ان شاء الله هنذاكر مدرسه ترجي في النسخه دي من تشامبيونز ليج. خلينا نروح للناحيه الثانيه المظلومه الحقيقه، مظلومه اعلاميا ومظلومه جماهيريا، وكان حد كان الفرقتين بيلعبوا في بطوله ثانيه غير تشامبيونز ليج. لكن الحقيقه خلينا نقول انه بروسيا دورتموند استحق التأهل على حساب أتلتيكو مدريد، بي اس جي استحق التأهل على حساب برشلونه. بتضحك لجوه؟ لا سمعتها ووصلتني على الهواء. انا هقول لك، طب اقول لك انا بضحك عليه. انا قلت لك لولا طرد اروخو كان القصه راحت. انا سمعتها جيرونا مش برشلونه. ماشي يا سيدي. ازاي رايح جاي؟ ولكن في النهايه استطاعوا استحقوا الاثنين ان هم يتأهلوا. الصدام الاول في المانيا انتهى لصالح بروسيا دورتموند 1-0. السيناريوهات ازاي والمواجهه الحقيقه يمكن ممكن شويه مقدمتها بتقول انها لصالح بروسيا دورتموند، لكن ما تقدرش تنسى انه بي اس جي بحسابات الورقه والقلم والسكواد والنجوم فريق الحقيقه لازم تحطه في الاعتبار. اتفق معاك جدا يا احمد. وانا في بدايه دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا انا قلت لك ان باريس سان جيرمان هيوصل بالمناسبه الفرقتين دول طالعين من مجموعه واحده. بي اس جي كمان وكان معاهم نيوكاسل وكانت مجموعه قويه جدا. ما كانش حد عارف كان معاهم نيوكاسل وكان معاهم الميلان كمان لاخر جوله. اعتقد الجوله بالزبط. الاخيره المباراه السادسه هي اللي حسمت تاهل بروسيا دورتموند في الصداره وبي اس جي في المركز الثاني. بالظبط. فانا كنت معاك في البدايه وقلت لك ان باريس سان جيرمان هيوصل بالرغم طبعا كان رحيل ميسي ورحيل لعيبه كتيره جدا، لان انا لويس انريكي من المدربين الكبار بيعرف يتعامل مع كل الظروف. مدرب مميز جدا 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 وانا مراهن عليه من البدايه، ومراهن ان هو هيقدر يرجع في مباراه العوده وهيوصل باريس للنهائي. ايوه. مدرب بيعرف يعتمد على اللاعبين الشباب، وده حصل مع المنتخب الاسباني. مين اقرب؟ باريس سان جيرمان. بلال. انا هختار الطريق الصعب، بروسيا دورتموند.
مش صعب ولا حاجه طبعا. لا طبعا هو انت دلوقتي لسه محلل لنا باريس ان ماشي باريس. تمام خليني انا راهنت على بروسيا امام اتلتيكو وكسبت الرام فخليني يعني ماشي مع بروسيا. يعني صحيح الحقيقه يمكن يكون حتى سواء كان البي اس جي او بروسيا دورتموند في طرف من طرفي مباراه النهائي فاعتقد انه الكف هتكون اغلب لاي من الفائز في الناحيه الثانيه بايرن ميونخ. انا اخترت بروسيا عشان اسهل على ريال مدريد في الفاينل ولو انه الحقيقه في النهايه هيكون مباراه نهائيه ليها يعني قصه ثانيه وحسابات ثانيه خصوصا انها بتقام من جوله واحده. السنه دي هستضيفها ملعب ويمبلي طبعا في انجلترا. وان كنت الحقيقه مش من عشاق بي اس جي لكن لويس انريكي نجح في تقديم مواهب الحقيقه مع الفريق ده بصرف النظر عن شراء بقى الاسماء الكبيره واللي اعتمدت عليها سياسه بي اس جي. ونصيحتي للي بيحب يتفرج على كوره حلوه فيتينيا في خط نص بي اس جي وباركولا في خط هجوم الحقيقه برضو واحد من المواهب اللي جايه وبقوه جدا في عالم كره القدم. بشكر بلال وبشكر احمد على وجودهم معانا شرفتونا ونورتونا وان شاء الله الاسبوع اللي جاي نبقى بنقفل صفحه الدوري بالعلامه الكامله باذن الله 12 نقطه حقها الاهلي في الماتشات اللي جايه ونبدا نفتح ملف في نهائي الافريقي امام الترجي التونسي. شكرا بلال محسن. شكرا احمد مصطفى. شكرا لكم على المتابعه. كل التحيه لحضراتكم. نتقابل بكره حلقه جديده من السادسه.